بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. احضروا عجله التاريخ تدور فتنكشف الامور، الايام هي العدو وهي الصديق. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. احذروا عجلة التاريخ، واحذروا هذا الدوران، واحذروا من يدفع العجلة إلى الوراء، لذا لازم التنويه. أستاذ إبراهيم، أبص يا باشمهندس، الأيام اللي احنا عايشينها البعض يتصور خالد، ويتصور أن كل ما يفعله هو مخفي، ويتصور أن عدم الحساب الآني معناه أنه قد أفلت. ولكن الأحداث برضو اللي بتحصل اليومين دول بتقول لك التاريخ يكشف الأمور ويصوبها ويصححها. الأيام يا إما تبقى عدو إذا كانت تصرفاتك سيئة فتكشف قبحك للناس لا محالة، مهما تسترت الآن ومهما سترك الآخرون، ولكن تبقى صديقتك الأيام إمتى؟ لما يبقى تمشي عدل يحتار عدوك فيك. امشي عدل يحتار عدوك فيك، واعتقد مفيش حد ماشي عدل اكتر من النادي الاهلي. عشان كده مش عايز اقول كل اعدائه، على الاقل كل من لا يحبونه محتارين فيه، ويبقى الاهلي دائما وابدا متفردا وسائرا في طريقه. الاهلي سافر النهارده صباحا الى دبي، الفريق الاول لكرة القدم، بدا معسكر اعداد. الحقيقه ناس كتيرة تساءلت ايه جدوى معسكر اعداد في توقيت عدد كبير من اللعيبه مش موجود، سواء مع المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. لكن كان حرص ريني فايلر المدير الفني السويسري على ضروره اجراء هذا المعسكر، عايز يكون مع اللعيبه اطول فتره ممكنه، عايز ياخد اكبر وقت لفرض افكاره وتطوير الاداء للمجموعه اللي موجوده وتجهيز اكبر عدد من اللعيبه. يا باشمهندس، احنا اتفقنا بين السكواد بلغة اليومين دول، الشباب اللي علمنا كتير بتاع الأهلي كله حاجة قوية جدا. أي أصحاب الخبرة وأصحاب الطموح الاتنين عندهم إمكانيات عالية جدا. المنتخبات سحبت منك البعض وأبقت لك ما لا يقل عنهم كفاءة وطموح وقدرة. المعسكر ده كويس جدا، علشان أولا وخد معاه كمان خمسة من الناشئين. أيوه، قطاع الناشئين. أيوه، دليل إن وهو اللي اختارهم. أيوه، لأن فيهم أسماء ما كانتش متوقعة. معناها إيه؟ إن في تركيز جامد جدا على التعرف وإعداد كل الفريق، بحيث إن يعني حالة التنافس الشريف اللي موجود في النادي بين اللعيبة تظل مستمرة ولأطول مدة. فطبعا يعني انت شايف بس دي صورة النهاردة. هو واخد الفريق بالدولين بكله، وبعدين الدولين اذا ما يطلبوا ينضموا. لا، مؤكد ده معسكر مهم جدا جدا جدا، واظن ربنا لو ربنا وفق يعني وقدرنا نلعب مباراه ولا حاجه هناك، عشان يعني قياس الحاله، مش اعداد ولا حاجه، قياس الحاله بس. اللي بتشيك ولا ايه رايك يا ابراهيم؟ صحيح صحيح. الباسة ريني فايلر زي ما قلت لكم بيركز على تدريبات الكره في المران الاول اللي اتمرنوا الفريق مساء اليوم في دبي. مدرب حراس المرمى يانكون ميشيل عمل تدريبه خاصه جدا لحراس المرمى شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، كان فيها بعض الجوانب البدنيه والفنيه. البعثه بتحظى بترحيب كامل وحفاوه واهتمام من القنصليه المصريه في دبي، وحرص قنصل مصر في دبي الاستاذ وائل فتحي على حضور مران الفريق مساء اليوم في ملعب اهل دبي، ده في بداية المعسكر. والكابتن سيد عبد الحفيظ كان سبق البعثة هو والمهندس سمير عدلي، وكانوا في استقبالها في مطار دبي. المنتخب الأولمبي يا باشمهندس، كابتن شوقي غريب اختار قائمته اللي هيخوض بيها
بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية، فيها عمر رضوان وعمرو صلاح ومحمد صبحي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي وصلاح محسن ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان. تلاحظ يا باشمهندس عدد من لعيبة الأهلي سواء اللي لسه موجودين أو المعارين أو اللي انتقلوا مؤخرا. في تسعة. تسعة. قبل ما تعد يعني. اه. فهو ده تاني ما اعرفش الأستاذ حسن بستكاوي ليه شايف إن قطاع الناشئين مش شغال في النادي الأهلي. اه. مع إنه يعني أديك زي ما أنت شايف أهو. في المنتخب اللي لهم كام لعيب، وفي المنتخب الاول ده غير بقى كريم نيدفيد لو سليم كان هيبقى موجود، محمد محمود لو سليم كان هيبقى موجود. انا مبسوط ان اكرم لحق لان كان في اصابه وفي شك. لعيبه مهمه جدا جدا، وكل دول افراز قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني. عمر رضوان هو الجزار اعاره مش كده؟ الجزار اعاره، اتجددت اعارته. اه. وبيكهام ابن هذا القطاع وتم بيعه. اه. بيعه وفي احنا بنحط حق استرداد بمبالغ محدده. حق استرداد. اكرم توفيق اعاره. نفس وعمار حمدي. اعاره. موجود في الاهلي. عمار موجود. موجود في الاهلي لانه مواليد 99. ورمضان صبحي طبعا نجم الفريق. ناصر احمد ماهر حمدي متاخد. واحمد حمدي لا ما خدش احمد حمدي. ما خدش احمد حمدي. وطبعا احمد ياسر ريان اعاره وصلاح محسن نجم الاهلي. استبعد مصطفى شوبير لانه سنه اصغر من الجيل ده، ونصر منسي وعمر مرموش ومحمد صادق واحمد ايمن. استبعدوا؟ اه. محمد صادق استبعد؟ اه. مفاجاه بالنسبه لي ده. هو برضه في الاخر بيختار 21 فقط. انا فاهم. يعني كان له ادوار كتيره في الفترات الماضيه، وده بتاع الاسماعيلي. البطوله قويه متقسمة مجموعتين ابتداء من يوم 8. المجموعة بتاعت مصر يا جماعة لأنه هي فعلا عمر مرموش موجود ولا مستبعد؟ مستبعد. هو في الفترة الأخرانية يعني هو لعيب موهوب قوي. بس ما كانش موفق. هو حسابات المراكز أكيد. بيبقى لها دور. مصر هتلعب مع مالي بيقودها ألو ديانج نجم الأهلي، ثم مع غانا، ثم مع الكاميرون. الثلاث ماتشات أتقل من بعض، وبيتأهل للثلاثة الأوائل يعني طرفي النهائي، واللي هيفوز بالميدالية البرونزية أو المركز الثالث. دول الثلاثة اللي هيروحوا طوكيو. وآخر مرة الكرة المصرية كانت في الأولمبياد كانت في لندن، الجيل بتاع محمد صلاح اللي شارك معاهم وقتها أحمد فتحي وبوتريكا ومتعب. بالظبط. دول اللي شاركوا في لندن 2012. لكن عملوا ماتشات كويسة جدا. لكن 2020 يمر مين على مشاركة الكرة المصرية في الأولمبياد؟ يعني أنت 1920 في دورة أنتويرب في بلجيكا كانت أول ظهور للكرة المصرية في الدورة الأولمبية. فيعني عراقة تستاهل. حكينا احنا قبل كده إن 24 كان فيها المشكلة بتاعت حسين حجازي رحمة الله عليه والكابتن مختار التتش رحمة الله عليه. 28.28. البطولة قوية جدا تستاهل إن شاء الله. الجمهور يلتف حواليها، خاصة إن شركة تذكرتي عملت تخفيضات لأسعار التذاكر وعملت تسهيلات كتيرة لحجز التذاكر عبر السيستم. فنتمنى إن شاء الله كل جماهير الكرة المصرية تكون حريصة على مساندة المنتخب الأولمبي في البطولة، خاصة إن الثلاث ماتشات بتوع مصر هيكونوا في استاد القاهرة إن شاء الله. ففرصة إن استاد القاهرة ترجع له الجماهير بكثافتها في بطولة زي ديت. يا رب. استاد القاهرة ده ازاي منشأة بهذا الرونق والكفاءة تبقى يعني مشاركتها في الكرة المصرية ضئيلة جدا. فنتمنى طبعا، وهو يعني وشه حلو الاستاد ده. نتمنى ان شاء الله. طيب، كنا اتكلمنا في الحلقة الماضية على نجوم عالميين كبار مواليد شهر اكتوبر، الساعات ديت الساعات الاخيره في اكتوبر. لكن اللي لفت نظري النهارده وكالات الانباء مهتميه بعيد ميلاد اسطوري
لديجو ارماندو مارادونا. النادي اللي بيدربه في الارجنتين قال لك عايز يعمل حاجه مختلفه، فحب يعمل حفل اسطوري في الملعب، وعمل كرسي ان ده كرسي الملك ونزله الملعب، وفاجئ مارادونا بترتيبات خاصه للاحتفال بعيد ميلاده امبارح. حقيقه اللي عمله مارادونا للارجنتين مفيش لعيب على مستوى العالم عمله لبلده. وهنا قيمه مارادونا. يعني البعض يعتبره هو الافضل على التاريخ، انا مختلف شويه معاهم، لكن هو بالقياس ده محدش عمل لبلده اللي عمله مارادونا، ينافسه فقط بيليه. لكن الحقيقه مارادونا ده في كاس العالم باسمه، خد الادوار تباعا كده، بس يعني سقطته الرهيبه انه يعني كان في مشواره جون غير شرعي في قبضه اليد في انجلترا ولم يعترف به. هو ناديه اسمه جيمانيسيا لبلاتا، ده النادي الارجنتيني اللي بيدربه مارادونا ضد نيولز اولد بويز. مباراه كانت في دوري الدرجه الاولى الارجنتيني، فاز فريق مارادونا 4-0. عملوا له كل هذه الترتيبات، قعد على كرسي الملك يحتسي بعض الشراب، لكن خصصوا له كاميرا خاصه به طول المباراه، كاميرا مارادونا ترصد لحظات انفعالاته باعتباره ان ده يوم ميلاده. يعني اللعيبه اللي هي ما تتكررش كتير من حقها انها تقدم بشكل مختلف بتفاصيلها. ولذلك الكابتن الخطيب وما حدث من حفاوه في كل وسائل الاعلام، مش هنا ده، هو كتفنا هنا. يعني احنا فلتنا ان احنا اتكلمنا كده قبل ما ضد رغبته، قبل الحظر ما قبل الحظر ما يجي على القناه ما حدش، لان الحقيقه مهم جدا ان الاجيال تشوف اللعيبه دي بتفاصيلها. ايوه، تعرف في المواقف بتتصرف ازاي عشان هم قدوه. ايوه، فطبعا تقديم مارادونا في الملعب كان مهم جدا. طب ليه ما قدموش بره الملعب؟ لان بره الملعب ما ينفعش تقدمه بره الملعب مختلف. على ذكر الكابتن الخطيب وهذا الاحتفاء بيه في عيد ميلاده، لانه الحقيقه ده بخلاف نجمنا احنا بقى جوه الملعب بره الملعب، هو الخطيب، هو الخطيب، هو الخطيب اللي خلى الزميل العزيز الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير جريده الاخبار امبارح في زاويه بوكس بتاعته قال هجوم وتجريح اتلقاه، لا تكتب في كره القدم كيف وهي في خطر، لا تتحدث عن الاهلي، بيقول كيف وهو مستودع الاخلاق والرياضه، لا تدافع دائما عن الخطيب فهو ليس ملاكا، قال لك كيف وهو حتى الان النموذج المثالي للشخصيه الرياضيه. نعم هو ليس ملاكا ولكنه اقرب الى الملاك. عيد ميلاد سعيد يا ملاك الكره. ملاك الكوره خلاص. خلص. طيب. هدافع عن الكوره. الاحتفاء بالكابتن الخطيب في عيد ميلاده وفي الظروف المرضيه اللي بيمر بيها، والاطباء شددوا حظرهم عليه، الحظر الطبي انه لازم يلزم البيت في راحه تامه 3-4 اسابيع لغايه لما يشوفوا النتيجه، وان شاء الله تكون النتيجه كافيه ان هي تعفيه من اي تدخل جراحي، يرى الاطباء انه ممكن ما يبقاش مستحب بشكل كبير. لكن في هذا الظرف كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مشكورا أرسل وفد للإطمئنان على الكابتن محمود الخطيب في بيته، وده اللي عبر عنه الكابتن محمود الخطيب بحفاوة وامتنان وتقدير. وقال الكابتن الخطيب أنه بيعبر عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للإطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها أخيرا. وقال الكابتن خطيب أنه يثمن وبكل التقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي، بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. أنا يوميها بالصدفة كنت عند الكابتن الخطيب في البيت بطمئن عليه، وكان في اجتماع للجنه التخطيط. قال لي استنى خليك، حضرنا
الاجتماع واتكلم معايا في بعض الامور كده، وعرفت ان في جاي له حد يعني. احنا مشينا من هنا وهم وصلوا، وبعد كده شفنا تفاصيل اللي حصلت وما كتبه الكابتن محمود الخطيب. طبيعي اي انسان يعني يجي لك ويشكرك ويطمن عليك، يجب ان تثمن هذه الخطوة. ويعني دائما احنا مع كل خطوات الصلح والسلام لما تأتي من بين الأحباء مطلوبة جدا جدا جدا، وعلينا نفرق بين المواقف، مش موقف المحب زي مواقف أخرى. اتفضل. بالمناسبة الجمهور، لأنه الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي طلها من الفبركة جانب، ما هو برضه مرتبط فجأة لقت، عشان برضه جمهور الأهلي يبقى عارف، الناس دي مش هتسيب أي حاجة كويسة للنادي الأهلي تمشي، مش هيسيبوا أي علاقات طيبة للنادي الأهلي تكمل. الجمهور لازم يعي الدرس كويس، ولازم يتنبه لخطورة حسابات مضروبة على الفيسبوك وعلى تويتر، كانت مؤكد انها تفعل وهتنشط بهدف الوقيعة بين الأهلي وبين كل الأطراف، كل الأطراف باستمرار هتلاقوا في فبركة وفي ضخ لسموم وفي زرع للأشواك. الدكتورة رانيا علواني فوجئت انه في حساب مضروب باسمها، او تصريح طالع بيقول ان هي زعلانة و و و و، فاضطرت ان هي تطلع بيان على صفحتها زي ما انتم شايفين قبل قليل، تؤكد دكتورة رانيا علواني انها لم تدل باي تصريحات اعلامية تخص النادي الاهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية. وسبق ان تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل او يستغل اسمها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. كما تشدد دكتورة رانيا علواني على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس ادارة النادي الاهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي للنادي. لذلك أنا تعليقي في الأمر أيوه كان مبني على الحاجة دي، لأن في ناس يسوءها تماما أن يحدث أي نوع من أنواع التقارب أو إصلاح ذات البين. في ناس يسوءها هذا الأمر ومش هتسيبه، وهتسعى إلى أن تكرر ما فعلته قبل ذلك من وقيعة وإشعال في الأمور. فإحنا بنقول الكلام ده وبننبه عليه، والنموذج والمثل أهو. أي دكتور رانيا علواني اللي هم تصوروا أنه ربما قد يكون لها موقف، فقال لك نسبق ونكتب، وإن ما نفتش يبقى كويس. سوء بختهم نسيوا أن النادي الأهلي عمل مؤسسي، وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة يحترموا هذا الأمر، ومحدش يعني هي طلعت قالت إيه؟ بحترم قرارات المجلس، بحترم أن يكون رأيي داخل المجلس، مش هقول حاجة في سياق سياسات. حتى لو قلت لي أنت قبل كده عملت وسويت وماله، ما دي الخبرات المتكررة، لأن السوشيال ميديا دي عملية خطيرة جدا، أنت في ثانية ممكن تعمل كده وأنت بتقلب تليفونك تلاقي نفسك عامل لايك ولا شير وما أنتش قصده. وبالمناسبة أستاذ إبراهيم، وأنا قلت لك وكلمتك، قلت لك بالنيابة عني أنا لا بعرف أتعامل مع كتبت تويتر ولا بعرف أتعامل، مهندس عادل ملوش حساب على تويتر. فناس كتير عاملة لي حسابات وتتكلم باسمي. لا، في صفحات كمان لمالك وكتابة. طيب ده كلام وحاطين صورنا وكلها اراء بقى من القائمين عليها، رايهم هم الذي يحترم، بس ما يعني ما تحملنيش او ما تدينيش فضل انا مش بتاعي. أيوة، قلت انت حاجه جميله قوي، مش بتاعتي وما ينفعش ان ادعي ان انا صاحب الفضل فيها. فارجوكم يا من تحسنون الظن يا من تسيئون النيه، ابعدوا انتوا الاثنين على انكم تتكلموا باسامينا. كلكم ابعد شويه. لذا لازم التنويه، لانه فعلا التيقظ مطلوب جدا. تاني ماليش اي ماليش حسابات، ما اعرفش، ما بكتبش، ما بتعاملش مع الاليه دي.
انت بتقول بس اتكلم واللي عايز يسمع يسمع. طب اتكلم. طب انا بقول لك عشان كده التنويه واجب جدا لكل جماهير الاهلي. زي ما قلت لكم هؤلاء لا يروق ليهم ابدا انه الاهلي يهدى او انه علاقات طيبه للاهلي مع كل الاطراف تبقى كويسه او ان الاهلي ومسؤوليه يكونوا في وئام ووفاق. هتشوفوا من ده كتير اذا كانت الدكتوره رانيا علواني انزعجت بسرعه لانه حتى اللي اتكتب على لسانها صوره ومحطوط عليها موقع في الجول، عليها في الجول. اتمنى ان الزملاء في موقع في الجول وهو موقع كبير وجاد ينفوا ده او يتصدوا ليه، لان استخدامهم يعني. استخدامهم في حاجه زي كده امر يسيء لسمعه هذا الموقع. لكن على الاخرين بقى، على الاخرين اللي هم نشيطين جدا وانا عندي معلومات كتيره لبعضهم عمال يدبر الحملات ويدشن المحاولات انه يضرب كل محاولات النادي الاهلي في كل الاطراف، انه جمهور الاهلي يقظ جدا ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. نتمنى ان الامور تكون واضحه وعلى الاشرار ان يمتنعوا قليلا. حلوه الاشرار دي، لان الحقيقه كميه الـ 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 الشر انت بتالف على الناس حاجات تتقول عليهم. ولذلك ده اللي انا قصدي اقوله بقى. فرق بين واحد انا وانت بيننا علاقات الحمد لله هي كلها لحد الان الود والود المتصل الحمد لله دائما. لا قدر الله جاءت لحظه الشيطان لعب بينا وولاد الحلال نقلوا لك ونقلوا لي واحنا في ابتدينا نغضب ونعلق. عشان كده انا بنصح ولادنا خلينا في الحياه بقى، سيبك من الكوره والاهلي والرياضه، في الحياه لما تيجي تختلف مع حد تبقى انت حريص عليه او كان بينك وبينه حرص وود متبادل، خلي بالك انك تقول كلمه تجرح تشيل همها وانت بتتصالح. صحيح. يعني تقول ولا او هو اللي قدامك يقول لك بس انت في العتاب بقى، ولو ان العتاب ده عمره ما بيجيب نتيجه غير بتبقى بتجيب ورا. فانا بقول يعني يا ريت نراعي واحنا في خلافاتنا نخلي بالنا. فارق كبير ان واحد اصلا هو ما بيحبكش وعمال يسيء اليك يسيء اليك، يوم يجي واحد اكثر حكمه ودرايه واتصالا يعني يجي يقول لكم يا جماعه بقى ما ينفعش كده وسلموا على بعض. لا ستوب، ما سبق اخد حقي فيه. عايز نبتدي ندرس اللي جاي ويبقى دراسه معمول حسابها لو عدتم يحصل ايه؟ لان هيعودوا. ما هو اصلا هو ما بيحبكش. يعني في فرق انا وانت وفي فرق انت او انا مع اي حد تالت نعلم جيدا ما يضمره لنا. واخد بالك؟ فيبقى ما 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 ده صلح وقتي ما ومش هينفع لان انا ما خدتش حقي. انا لحد النهارده كاتب شكاوى وتظلمات وقضايا ما حدش بيرد عليا فيه. ده رايي الذي لا اصادر تاني. ده رايي الذي لا اصادر به على احد. ده رايي اتحمله. لكن انا بشغل دماغي وبقول يا ناس عشان نمشي صح لازم الدنيا تمشي كده. وزي ما احنا شايفين التاريخ بيكشف. انت دلوقتي متهيألك ان ما حدش هيقدر عليك. ما هو نوز بكره يحصل ايه؟ شيل هم دي. شيل هم انك انت لازم تمشي عدل عشان عدوك يحتار فيك. لازم. استاذ ابراهيم دي مهمه جدا. واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس تذكر قدره الله عليك. كلها بتؤدي الى نفس الحكايه. وانت تستشعر القوه خلي بالك من بكره. خلي بالك من زوزو. خلي بالك انت من طيب هنا جوده. هنا جودة بقت أيقونة تنس الطاولة مش في مصر، في العالم. أنا بقول لكم في العالم. طفلة عندها 11 سنة لعبت بطولة الجمهورية مع الكبار. فكسبت منافسات ليها بتقول لهم يا طنط وخدت بطولة الجمهورية. مش بس كده. وهي في السن الصغير ده تحت 12 سنة راحت لعبت بطولة العالم للقارات. ففازت بالميدالية البرونزية.
وهي بتلعب بطلات العالم للناشئات ولا للكبار؟ للسن الكبار. للكبار لا نتوقف. لا ل 15 سنه. ل 15 اكبر منها. ل 15 سنه اكبر منها. اه البطوله في بولندا احتلت هنا جودة المركز الرابع في البطوله بعد ما خسرت قدام لاعبه كوريا الجنوبيه ليون 3-0 في عدد الاشواط. يعني برضو الكوريات ابطال اللعبه. هنا جودة خسرت في قبل النهائي امام اليابانيه اكاي كاهو صاحبة ال 15 سنة بنتيجة 4-1. يعني خسرت من واحدة عندها 15 سنة وهي عندها 11 بتلعب تحت 12 لتخوض هانا جودة منافسات المركز الثالث. خسرت أمام لاعبة كوريا الجنوبية ليون زي ما قلت لكم 3-0. على آخر فازت اليابانية بالمركز الأول اللي هي كسبت الميدالية الذهبية. يعني هي خسرت من قدام بطلة العالم. تعد هانا جودة أصغر اللاعبات المتواجدات في المربع الذهبي. سنها لم يصل ل 12 سنه بالرغم من تحقيقها المركز الرابع تحت 15. الصفحه الرسميه لهنا جوده على الفيسبوك قالت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المركز الرابع والميداليه البرونزيه فردي تحت 15 سنه في بطوله العالم للقارات. اول ميداليه فردي بنات لافريقيا ومصر والعرب في بطوله العالم للقارات منذ نشاه البطوله عام 2002. الحمد لله أصغر لاعبة في البطولة. لازلت في أول الطريق دعواتكم. دي هنا جودة لاعبة النادي الأهلي اللي بقت ظاهرة في عالم تنس الطاولة واللي فجأة سمعت من يشكك في أهلويتها يقول لك لا دي مش بنت مش لاعبة النادي الأهلي ده هي أجنبية وبتدرس برة والنادي الأهلي بس بيقول ان هي الاعلام اليقظه كما يتمنى مصدر هذه الاشاعه. لان انا هعرف لك الحقيقه من اشرف عبد الفتاح مدربها اللي كان لاعب وانا كنت مسؤول عن تنس الطاوله عارفه كويس. وكان 15 سنه ولا كان اكبر لا من كده؟ كان اشرف انسان كان اكبر من كده واضح قدراته طبعا. يعني كابتن اشرف اهلا بيك. كابتن عدلي وكابتن ابراهيم ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. اهلا يا فندم ازي حضرتك؟ ايه الجمال بتاع هنا جوده ده؟ والله انتاج الاهلي صافي 100%. انتاج اهلاوي بيور 100%. احكي لنا عن نشأتها كده. والله حضرتك هنا بدات تلعب في مدرسه الاكاديميه النادي الاهلي سنه 2012. 2012 يعني من سبع سنين. كان عندها اربع سنين ونص. ياه ده بدات بدري قوي جدا. وعلشان طبعا هي كانت طب ازاي اربع سنين ونص والترابيزه صحيح؟ ايوه ما هي عشان كانت قصيره وصغيره لسه. قصينا لها الطاوله. والمدرب بقى يقعد على الارض. يعني خدت اهتمام خاص بمواصفات خاصه لادراكا لموهبتها من صغرها. جدا جدا لان يعني الجهاز الفني شاف فيها خامة ممتازة ممكن يطلع منها حاجة كويسة جدا. والحمد لله ده اللي حصل. ده يعني النظرة الفنية كانت فيها وهي انتجت بقى مع النادي لغاية ما عملت حاجة تاريخية ما حصلتش في تاريخ مصر. كابتن أشرف أنا بتفرج عليها دلوقتي في لقطة وشايف إن عندها موهبة في التحرك القدمين لأن هو تنس الطاولة رجلين قبل الإيدين. كلامي صح ولا إيه؟ طبعا طبعا هي موهبة. هي عندها موهبة في كل حاجة يا كابتن عدلي. يعني هي حركة الرجلين والإيدين والتوافق بين الإيد والرجل وعينيها وكل حاجة فيها موهبة غير طبيعية في تنس الطاولة ما شاء الله. والمدهش إن يبقى عندها قوة الضربة وهي نحيفة كده يعني وهي صغيرة ما عشان بيتعمل لها برنامج لياقة مخصوص ليها. وهي بصراحة والدتها ووالدها مهتمين بيها قوي وبيسافروها معسكرات بره. وطبعا النادي الاهلي بيساهم في الحاجات ديت كتير مش بيساهم ده هو يعني بيسدد تكاليف سفرها في كذا سفرية كل سنة. يعني انت تقصد تقول انها وان كانت هي مفاجأة للرأي العام بس مش مفاجأة للجهاز ولا المسؤولين في النادي. لا طبعا لا طبعا. وهي هنا يعني الناس اللي بتشكك في اهلويتها او ان هي عايشة في مصر والدها طبيب عنده عيادة في مصر ووالدتها كانت طبيبة وفرغت نفسها لهنا علشان شايفه ان فيها حاجه ممكن تبقى عالميه بعد كده. بسم الله ما شاء الله ونعم التضحيه. والله الاهل هم الابطال. يعني ام بتضحي بعملها كطبيبه علشان تفرغ نفسها
لمشروع رياضي محترم زي هنا جوده. بالظبط كده يا فندم. طيب كابتن، هي دلوقتي هتفضل بقى تلعب تحت السن ولا هتلعب خلاص مع الكبار باستمرار في البطولات المحليه هنا؟ في المشتركه المحل في البطولات هنا بتلعب جميع الاعمار. جميع الاعمار. بطلة مصر في جميع الاعمار. طيب انما بالنسبه للتمرين بتاعها هي وصلت دلوقتي انها بتتمرن مع الفريق الاول في الاهلي. هتستمر مرانها مع الفريق الاول. مع الفريق الاول، واحنا بقى بننتظر ان شاء الله من الاتحاد المصري ان هو يبص لها يعني نظره كويسه ان هو يقدر يضمها لمنتخب مصر السيدات. هم ما اختاروهاش لسه للمنتخب الكبير مش لغايه دلوقتي لسه. لو كانت بدر شويه كانت ده كانت راحت طوكيو والله. كانت راحت الالعاب الافريقيه في المغرب وبعد كده كانت راحت طوكيو معاها. كانت عملت حاجه حدوته عالميه. صحيح. صحيح. طبعا. والله ما حدش عارف الخير فين يعني، يمكن هي برضه كانت هتبقى خطوه مبكره يعني برضه يا اشرف. يعني الحقيقه معجزه. لا الموضوع كبير قوي عليها. يعني انت متخيل واحده في السن دي عايشه هذه القصه تبقى بطله جمهوريه سيدات في جميع الاعمار. في جميع الاعمار. في جميع الاعمار. البطله في جميع الاعمار. سبحان الله. 10 و15 و18 وبعدين تاخد برونزيه العالم في الناشئات تحت 15 سنه يا 4 سنين ولا 3 سنين اكبر منها. في العمر ده الست اشهر يفرقوا في العمر الصغير ده. صحيح. لا طب طمني بقى على تنس الطاوله بما انك معانا، لان انا يعني طبعا عمر عسر دلوقتي موجود بره على طول، احترف بره. بحترف في البانيا على طول. طيب انا كنت سمعت كده حاجه يعني عايزك تطمني، هل في مشاكل بين عمر والنادي؟ هو من 4 سنين كان حصل مشكلة كده من عمر مع المجلس اللي فات، ونرجو ان الحاجات ديت نتلاشاها ان شاء الله ويرجع تاني عمر يبقى يعني يرجع. لازم عمر يفهم انه هو لاعب كبير جدا رخر من الظواهر يعني مصنف على مستوى العالم يعني. طبعا وطبعا في الموضوع ده في الاخر يعني يرجع لمجلس اداره النادي ان هو يرجعه او لا يعني. البركه فيكم بقى، انتوا ناس محنكين، الامور دي يجب منها تتساووا ان شاء الله يا كابتن. انما الدنيا بخير في تنس الطاوله في النادي الاهلي. اللي هي يا كابتن؟ الدنيا بخير يعني. الحمد لله احنا عندنا ابطال مصر في جميع الاعمار يعني الحمد لله من 12 سنه لغايه الدرجه الاولى احنا عندنا ابطال مصر واجيال بتسلم اجيال في البنات والولاد. الحمد لله يعني تنس طاوله بخير ودليل على كده الحمد لله ان احنا بنكسب الدوري الممتاز بقى لنا 11 سنه على التوالي وبنكسب انديه عربيه وبنكسب انديه افريقيه وكل البطولات اللي بنشارك فيها. عايزين مره كده احصائيه وتقرير عن تنس الطاوله عشان الناس تفهم. لا ده عندنا فرقه معجزه ما حدش واخد باله منها، او لعبه تحقق شبه المستحيل ما حدش واخد باله منها. انا متحيز لها لان طبعا يعني قضيت في وسطيكم عمر طويل يا كابتن اشرف. طبعا يا كابتن. وبرضه لسه انتوا في الملعب اللي هو في تحت حمام السباحه في اهلي مدينه نصر. اصل ده كنتوا زعلانين قوي انا بقول لكم اتنقلوا هناك. ماشي. لا يا كابتن. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاوله في النادي الاهلي. واهم ما فيها انه الرد على كل من يشكك في انه هنا جوده نبت اهلاوي صرف. انا ليه صناعه اهلاويه كامله. توسعت في الحديث في تنس الطاوله. في مثل يقول لك اعطيني ملعبا اعطيك بطلا. انا مؤمن بدي من صحيح زمان. صحيح. فاحنا كنا ما فيش ملعب وبعدين عملنا صاله راتب ملعب. وحكيت لك القصه المجنونه دي قبل كده. وبعدين الفرق كترت. ما جينا عملنا تنس الطاوله بقى عندي حوالي كذا الف متر. لما عملنا حمام السباحه المجمع الرهيب تحت منه بقى المساحات تحت المدرجات كذا الف متر عملنا جزء جيم. فانا فكرت اعمل العاب صالات زي الفولي لقيت السقف مش عالي كفايه. يعني قلت تنس الطاوله ده لو رحنا هناك
هيحصل طفره، معمل تفريخ هيحصل طفره، لانك تاخد على الاقل 10 ترابيزات. كانوا زعلانين قوي ان احنا هنتنقل من الجزيره لمدينه نصر. لمدينه نصر. النتيجه على طول، اصل تنس الطاوله لعبه فرديه، واصعب لعبه فرديه يا استاذ ابراهيم، وعايزه عدد ساعات تدريب وفردي، والمدرب بيبقى بيتمرن منه للعيب. طبعا، فعايزه طاولات كتير. صحيح. فالحمد لله، يعني مصنع الابطال موجود وبينتج على المستوى ده. البنت دي ما شاء الله، انا شفت لها حلقه مع اظن مدام منى الشاذلي، وهي بتسالها طموحك، قالت لا ابقى بطله العالم، كلام ثلاث اسابيع او اسبوعين، ابقى بطله العالم ببساطه، وبتضحك طيب ان شاء الله يا رب، واخد بالك؟ فراحت اهي برونزيه ال 15 سنه، والسنه الجايه تقدر تعملها على مستوى طبعا تقدر تعملها باذن الله السنه الجايه. فهي البنت حتى بشخصيتها مدركه ان عندها الامكانيات دي. نتمناها ان شاء الله بطله، ونتمنى التوفيق لكل ابطال مصر الرياضيين. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نطمنكم على واحد الجمهور بيحبه جدا وقلقان عليه قوي، وسافر معاه بكل مشاعره لالمانيا. بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. الحقيقه محمد محمود لاعب الاهلي، واحد من اللعيبه اللي تحولت عند الناس الى حاله من الحب، الاحساس، الزعل، القلق، الاهتمام، التفاؤل، التحدي، كل المعاني ديت ارتبطت باصابه لاعب صاعد بالرباط الصليبي بعد تقريبا تمرينتين ثلاثة من عودته من إصابة كانت برباط صليبي آخر، ركبة يمين ثم الركبة الشمال أو العكس، لكن في الحالتين يعني حتى الناس لما قالت عين الحسود أصابت هذا اللاعب ما كتبتش، لأنه بعد ما انضم للنادي الأهلي وجايب طموحات كبيرة جدا، والناس مجرد ما شافته حست لا، الأهلي عمل صفقة كبيرة قوي وعمل تدعيم رائع للاعب موهوب واضح جدا في الملعب وتأثيره وشخصيته، ولما سمعته في قناة الأهلي الناس اتشدت له قوي وانبسطت وعجبتها شخصيته ونضجه الواضح المبكر، يوم جاي له رباط صليبي فيغيب كل الشهور اللي فاتت، يضيع عنه الموسم اللي فات كله، وأول ما يبدأ التأهيل ويشفى والحمد لله يرجع يتمرن، الناس بدأت تقول هنشوف لعيب كويس قوي. ففجأة نادر شوقي معانا، هو حضر معانا الاستاذ نادر شوقي وكيل محمد محمود، واللي كان رافقه في رحله العلاج في المانيا، طمنا عليه. استاذ نادر اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، باشمهندس عدلي، ازي حضرتك؟ ازيك يا نادر؟ كله تمام الحمد لله، ربنا يخليك. انت في المانيا ولا جيت؟ لا في المانيا. طيب اخبار محمد ايه؟ محمد دخل عملية يوم الثلاث، عمل العملية وبس، وابتدى يتأهل، شالوا له الجديدة اللي على رجله، وابتدى يبتدي بقى التأهيل بتاعه، وابتدى النهارده وبكره هيبتدي بقى بشكل مكثف شوية، هينزل الجيم بكره يعني واحدة واحدة كده. في اختلاف في الإصابتين اللي فاتت ودي، ولا هي نفس الدرجة من الإصابة يعني؟ لا هي رباط، فنحطها في نفس المرتبه يعني. لا هو ساعات بيبقى رباط وغضروف، وبعدين ساعات يبقى رباط خارجي وداخلي. لا 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 هي رباط بس، لا هي رباط بس. اللي فاتت كانت اشد يتهيألي. ما علينا. اللي فاتت كانت اشد خدمه بس يعني دي رباط. نفس الدكتور اللي اجراها مش كده؟ طبعا. كان له اول ما دخل علينا قالوا انت تاني. يعني قال له انت تاني؟ معلقش وما فسرش ايه الاسباب، ليه يعني ليه بيحصل ده؟ والله يا باشمهندس انا قعدت، انا جاي مخصوص عشان افهم ايه السبب. بس هو الراجل بصراحه قالها بكل صراحه، قال لك هو سوء حظ مش اكتر، قال لك انت الرجل كانت مصابه، كحلت كويس، الرجل الثانيه يعني سليمه، فبالتالي ممكن تحصل لاي حد في الملعب، ما لهاش دعوه باي حاجه.
يعني ولا هو تأهيل ولا هو يعني حتى قلت له على الملعب قال لي لا يعني مش هو ده، ما اللعيبه كلها بتلعب على الملعب يعني، فاهم قصدي؟ هو سوء حظ بحت يعني. يعني الدكتور نفسه مستبعد انه يكون ارضيه الملعب لها تأثير. قال لك في 22 ولا 23 واحد بيشتغل على الملعب. ايوه، ما هو رد منطقي. منطقي صحيح. بس خلي بالك حاجه غريبه جدا. يا باشمهندس. بص يا نادر. انا بقول لك نادر انت اخويا يعني. اللي بيحصل يعني ناصر ماهر حصل معاه كده بالظبط. هل ده نتيجة تفاوت الأحمال التدريبية مثلا والمجهود المبذول وحجازي نفس الحكاية وحجازي ما طلعوا من تحت لفوق ما بيبقوش متجهزين قوي ولا ايه؟ اصل لازم ندرسها يعني. بص يا باشمهندس عادي، انا بس هختصر لك القصه في حاجتين. انا سالته سؤالين، قلت له هل احنا ركزنا على الركبه المصابه وما ركزناش على الركبه الثانيه، فبالتالي الركبه الثانيه كانت ضعيفه؟ قال لي الكلام ده سلام سنس، قال لي انت بتقول ده كلام فارغ. قلت له ليه؟ قال لي بقى الركبه الثانيه سليمه ما فيهاش اي حاجه، فهي ما مش محتاجه حاجه اوريدي. يعني نتكلم على الركبه المصابه بقت سليمه، الركبه الثانيه دي كان ده اصابه. قال لي هو الزباني باد لك، يعني هو قال بالظبط الزباني باد لك. ملهاش. انا حتى انا سالته، بقول لك في الملعب يا باشمهندس عادل، سالته على احمال وسالته على كل حاجه. هو قال لي لا، قصه حظ 100% ملوش دعوه. قال لي لو حد دخل فيه ولا حاجه، قلت له ريجاردلس يعني حد دخل فيها. لا، قال لي هي 100% سوء حظ، سواء حد دخل فيها او سواء ارض او سواء اي حاجه، هي سابت اصابه سابت الناس كلها وجت فيه هو. قال لي هي سوء حظ بحت. نادر، سوء حظ نادر. زيك. لا، انا مقتنع. بص يا باشمهندس عادل، انت عارف انا مقتنع بمحمد محمود اقتناع رهيب، وانا مش مستعجل خالص. وهو هيساعد طبعا، هو كمان شخصيته هتساعده، لان ولد معنوياته اخبارها ايه؟ لا، هي معنوياته كويسه جدا وبيضحك، وكان لسه سايبه دلوقتي في الاوضه بتاعته، كان بيضحك وكنا بناكل مع بعض وما عندوش مشكله خالص، وبيتمرن كويس وبيعمل التمرينات كل شويه، وحريص جدا ان هو يعملها كل ساعة زي ما قالوا له، يعني ومش مكسل ومبتسم، يعني ما عندوش أي مشكلة خالص يعني، بالعكس ده هو أصلاً اللي حافظ كل التمارين. طبعاً، هو خلاص يعني كتر الحزن يعلم البكا. وحافظ الأدوية وحافظ كل حاجة يعني. طب اسأل لنا سؤال كده بالنيابة عننا، بعد العودة بيبقى درجة الكفاءة كام في المية؟ لا، هو ما انا سالت السؤال ده طبعا، وسالت السؤال ده عشان الركبه المصابه اما تبقى سليمه الركبه الثانيه هيبقى فيها حاجه، فقال لي هما الاثنين ما لهمش دعوه، هي الكفاءه هي ايه. هو ما بقولكش الكلام ده على فكره عشان يعني عشان اي حاجه تعقديه. لا، مش عشان تعقدات، لا. لا، انا بطمن عليه. بص، اصل انا ملاحظ ان ماهر راجع بسم الله ما شاء الله الحمد لله كويس، واحمد حجازي شوف بعد ما رجع مثلا ماهر واحمد حجازي يعني كتير عملوها يعني. هي بس يا باشمهندس عدلي، هي الناحيه التاهيليه بس، ان هو لازم يقعد في المانيا على قد ما يقدر، يعني هيقعد دلوقتي كاس يوم 20 وبعد كده يرجع 10 ايام ويرجع تاني، لان مهم جدا اقل حاجه في التاهيل مهمه جدا. عشان انا اظن ان النادي الاهلي مستعد يعمل له اي حاجه. مش هيأثر طبعا ابدا. طبعا، لا طبعا انا عارف، لا ما تاخرش، بطلع الفلوس يومين اصلا، كان يوم سبت والناس كانت قافله. وهو مش جنبك دلوقتي ولا انت مش معاه؟ لا، هو نايم خلاص، هو عنده تمرين الساعه 7 الصبح. طيب ماشي، قول له قفل تليفونات ونام. قول له كلنا في مصر بنطمن عليه، وبصفه شخصيه انا وزميلي ابراهيم بالنيابه عن الجماهير المصريه كلنا بنطمن عليه، بنقول له اجمد يا بطل. شكرا جزيلا للاستاذ نادر شوقي وكيل محمد محمود، وموجود معاه في المانيا. واعتقد كلام مهم اللي ساله نادر للدكتور كمان مهم. يعني بقول لك يعني الدكتور الالماني اول ما شافه قال له انت تاني يعني. لا، وكويس ان يعني كان مهم انك الناس تفهم ان الاصابه دي باد لك، ملهاش دعوه ان في اسباب خارجيه احدثتها يعني. طيب هنشوف برضو الحقيقة، لأنه تفاعل الناس مع محمد محمود تدعيمهم ليه، نجوم الكرة عدد كبير من نجوم الأهلي عملوا فيديو مجمع عبر أحد المواقع، وفيهم الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك الكبير،
كله بيدعم محمد محمود وبيأكد على مساندتهم ليه. يا دبدوبي يا حبيبي. دبدوب. محمد حبيبي. ماي بوي محمود. محمد محمود. محمد محمود. محمد ألف سلام عليك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. أنا عندي ثقة فيك كبيرة ومستني أتفرج عليك إن شاء الله ما ترجع بالسلامة. ألف سلام عليك يا بطل. ألف سلام عليك يا محمد، إن شاء الله تكون بالسلامة، إن شاء الله ترجع بالسلامة، لسه صغير، لسه قدامك عمر طويل واللعب كتير إن شاء الله، ترجع أحسن من أول يا بطل، شد حيلك. عايزك قوي وربنا يشفيك ويعافيك وإن شاء الله ترجع أحسن من أول. إن شاء الله هترجع أحسن وأقوى، دايما عندك عزيمة وكلنا مستنيينك، إخواتك هنا في النادي وجمهور النادي الأهلي كله في انتظارك. يا حبيبي ألف سلامة وترجع لنا كده بالسلامة وكلنا مستنيينك ترجع أحسن من الأول وأقوى من الأول. واضح أنه بيتمتع بقدر كبير من الحب بين زمايله، والحقيقة لما استضافوا الكابتن إسلام قدر الناس تشوف في دي تعاطفت معاه يعني تلحمت معاه، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة ويرجعه يعني وحشنا، كان نفسنا نتفرج عليه ونستمتع بيه. ان شاء الله ان شاء الله هنتفرج عليه وهنستمتع بيه وهيلعب ويبدع ويملى الملاعب حركه وجري ان شاء الله. لاعب موهوب زي ما قال نادر شوقي، تفسير الدكتور الالماني انه ده سوء حظ ملهاش اي سبب، الناس بتتكلم في ارضيه الملعب كله، ده غلاف مجله الاهلي النهارده يا باشمهندس كله بيتكلم يا اما في ارضيه الملعب يا اما في مش عارف الاحمال، كل الكلام ده يدرس. بس راي الدكتور الالماني كمان قال لك طب ما بقيه اللعيبه موجوده يعني على خلاص ما هو لا طبعا طبعا إيه. انما هي مؤكد وهو يحط النماذج اللي رجعت ودخلت منتخب مصر كلها واحترفت بره. انا بقول لك حجاز النموذج وهو بيلعب في ايطاليا عمل الركبتين الاثنين ورا بعض. ناصر وهو عنده 17 18 سنه حصل معاه كده. ومحمد حسن اظن لعيب خط الوسط برضه اللي هو راح الزمالك دلوقتي. وهو في الاهلي؟ وهو في الاهلي جاله صليب. امال ايه؟ وهو طالع هما الاثنين طلعوا مع جريدو والاثنين وانا فاكر احمد نبيل مانجا كان في الناشئين وكابتن حسام ومانجا ده لعيب باور كان فيرود كمان. صعدوا فيرود بس حاجه اول ظهور ما شاء الله صليب من في صليب. احسن اللعيب الخط الوسط اللي بيأدوا بالقوه صحيح يعني لعيب باور يعني مش لعيب اي كلام كلهم لعبوا بقوه شديده جدا بعد الرباط الصليبي. من اللعيبه برضو اللي الناس اهتمت بيها اليومين اللي فاتوا محمد الشناوي حارس المرمى الكبير، كان في حوار مهم الحقيقه مع الكابتن احمد شوبير اتكلم في حاجات كتيره، بس يمكن اللي لفت نظري قريته يمكن ما سمعتوش ما اتفرجتش على الحوار اتفرجت عليه كنت بره اتفرجت عليه. قال انه جاله عرض اعتقد من بيراميدز بقيمه كبيره جدا، قال البعض قال انها وصلت ل 80 او 88 مليون جنيه اعاره لمده سنه ياخد فيها هو 25 مليون جنيه، قال الا انه قال لك قرار الاهلي هو اللي يبقيني. هو النادي الاهلي كان وقتها راجع من كاس العالم وفرقه والدنيا ما كانش ينفع انك تتكلم وانت اول ما تصدقت حطيت ايدك على جول كويس راجع لك من كاس العالم واخد يعني مان اوف ذا ماتش في احدى مباريات كاس العالم، مساله مش سهله يعني. ولكن دي بتحكي شخصيه لاعب الاهلي بقى. حتى كابتن احمد فتحي شفت لا مش حتى ده هو ده المتوقع من كابتن احمد فتحي لما يطلع يتكلم يتكلم بالرزانه دي وبالهدوء ده وبالوضوح ده كلهم، وكابتن حسين الشحات تلمس قدر الاحترام والحب. احمد فتحي اتكلم قال لك بص انا مع الاهلي ثم مع الاهلي ثم مع الاهلي للاخر واتمنى بطل في الاهلي. ايوه لا مش عايزين ده موضوع لكن اتمنى انا بقى عايز في اللحظه دي انا اتمنى ما فيش لعيب بقيمه الرموز الكبار دول يبطل بره الاهلي، كفانا تجارب لان الحقيقه احنا محتاجين الخبرات دي تبقى موجوده جوه النادي تسري العمل الاداري والفني وتطلع لعيبه متشبعه بالشخصيه دي بالظبط، فنتمنى كلهم يبطلوا في ناديهم ان شاء الله. طيب نشوف محمد الشناوي وهو يتحدث للكابتن احمد شوبير عن عروض الاحتراف الخارجيه وساعتها هيعمل ايه. خلينا بقى نحكي عن
العروض الكتيره اللي بنسمع عنها وبنقرا عنها. قول لي مدى صحتها، قول لي بقى حقيقتها. يعني الحقيقه بالظبط ان في، انا بتفاجئ بالظبط بالصحف اللي اتكتت دي. انا يعني انا مش في موضوع السوشيال ميديا، انا مش قوي فيها وماليش فيها يعني قوي يعني. وبقرا زي ما بقرا زي الناس كلها تمام. بس هو في وكاله انجليزيه حد يعني، خلي بالك اهو، فيلا تريزيجيه الشناوي انتوكس اوفر مان يونايتد موف، يعني ده اكسكلوسيف، ده هناك، ده مش احنا. لا ما انا عارف، انا شفت الحاجات دي كلها وجات لي. بس هو في حد من هناك من انجلترا كلمني، بس هما كان بيتكلم كلام عادي خالص، وكان بيقول انا بشتغل لو في اي حاجه، انا اتكلمت مع انديه هناك لو في اي حاجه، لو في اوفر موجود. قلت له لو في اي حاجه النادي موجود، اتقدم للنادي، النادي وكل حاجه هتمشي من فريق النادي. بس ده الموضوع كله بقى، لقيت بقى الكلام اللي مكتوب ده وشفت الكلام ده كله. بس كان اقرب استون فيلا، كلام مانشستر، كان اقرب حاجه خالص كان استون فيلا. استون فيلا ده راجل فعلا كلمك؟ كلمني عليه. ده الحاجه اللي يعني كانت قريبه. الارسنال واستون فيلا وانت ايجيبت انترناشونال جول كيبر محمد الشناوي. استون فيلا اللي هي كانت اقرب حاجه، اللي انا عرفته مؤخرا تريزيجيه. من تريزيجيه المعسكر اللي فات قال لك ايه بقى؟ قال لي المدرب اللي كان ساله ومدير الفني، المدير الفني كان موجود في ماتش جنوب افريقيا، كان اتفرج على المباراه وسالوا المحمدي وكلموا معاهم. بس هو كان هم حاطين رقم واحد وانا رقم اثنين، الاولاني لو ما راحش انا اللي هروح. فالاولاني راح. الاولاني راح. هم عندهم موضوع الجنسيه يعني الانجليز بالنسبه لهم يبقى هم الافضليه يعني. وجون الرقم واحد راح خلاص انا فخلاص. لكن كنت بتفكرهم؟ كنت بتفكرهم يعني بنسبه يعني 80% لو ما خلصت انا موجود. طيب كلام مانشستر يونايتد الاخراني ده معرفش حاجه، ما تعرفش عنه حاجه خالص. هو الكلام اللي انا الوكاله كلمتني هناك هو ده اللي انا اعرفه، معرفش اي حاجه تانية خالص. يعني كان الكلام هو حد بيشتغل هناك بس ما بتاع ده انا معرفش مانشستر. اللي انا اعرفه مؤخرا من يعني هو قال لي موضوع استون فيلا ده علي هناك ساعتها، بس انا الموضوع ما مشيش عشان هم خلصوا الجون. ما انا اتكلمت مع تريزيجيه اخر مره واحنا في معسكر الاخراني ده، هو قال لي سالوني وكانوا هم بيفكروا فيك بجديه وبتاع، بس هم خلصوا الجون. يعني هو كان في تساؤل. ايوه استون فيلا كان عايز حارس مرمى، فكان مرتب اثنين حراس، هو كان ثاني واحد فيهم، تعاقد مع الاولاني خلصت القصه. لكن كان في نقلا نقل له تريزيجيه هذا الكلام، قال له الراجل بيسال عليك وعلى ادائك بعد ما خد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم، والناس كلها طبعا بصت مين ده؟ حارس مرمى مصري. بعد كده في كلام في الصحافه الانجليزيه ان المان يونايتد بيدور على جون، ومن ضمن الاسماء اللي ترشحت له الشناوي. واتقالت بنط كبير يعني. الشناوي وصل الى درجه من النضج، بسم الله ما شاء الله، وكان حراس المرمى سن نضجون بعد ال 30 يعني. حتى الكابتن عصام الحضري اعظم سنين عمره وهو كبير. وهو كبير. جنش نفس القصه. كابتن شوبير نفس القصه. بس يمكن ما خدش الفرص، لكن نفس القصه. يبدو ان عمليه تكريس الخبره كابتن عنده. ثابت الله يرحمه. ثابت البطل الله يرحمه. لا ثابت استمر، بس ثابت لعب وهو صغير. ثابت لعب 21 سنه. بس كان خلاص وصل. انما ما حدش لعب اصغر من اكرام. ده كان حاجه وحش من صغره. ايوه. لان بالشاسيه اللي انت شايفه ده 16 سنه، تحت 16 سنه اكرامي ما زادش سنتي في طوله. هو كده حاجه بسم الله ما شاء الله. فطبعا لا، حراسه المرمى في الاهلي لا كويسه وبخير الحمد لله. وكمان عجبني تطور في شخصيه الشناوي. اسئله كلها بهدوء وصادقه جدا وناضجه جدا. شوف شريف اكرامي ما فيش غرور. لا اصل شريف ده انا على الشخصيه يعني. لا ده شريف ده قياديه. بالظبط. يعني شخصيه صحيح كادر. كادر قيادي كادر صحيح. باذن الله كمان الشناوي ممكن يعني مع تكريس الخبرات يبقى جزء ده عنده. لان هو بيتطور فعلا في شخصيته، نعرفه من صغره. ما كانش كده. بقول لك احمد مجاهد فاكر؟ ايوه من الحمود. فانا وهو كان لعيب منتخبات طول عمره.
اتمنى ان الشناوي يكمل وربنا يحميه من الاصابات، لانه بيقول لك بيلعب باصابات خفيفه وكل حاجه، بس مش عايزين لعيب يلعب باصابات، يا ربنا يحميه من الاصابات. بيتطور فعلا بسرعه هائله جدا. ربنا يحميه ويحمي كل اللعيبه من الاصابات، وربنا يحمي الاهلي من اخطاء التحكيم. اخطاء التحكيم الحقيقه بتبقى غريبه جدا، ولما المعايير تهتز او يحصل فيها ازدواجيه يبقى الامر غريب جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ضيف في قناه الاهلي على الزميل اسلام الشاطر، واتكلم على حاجه للكابتن جمال الغندور في محاضره، راي سيد مهم عشان نشوف الحاله ديت كانت عامله ازاي. اكتر الحاجات اللي تخلينا مساندين او الناس تعرف ان احنا مساندين للتحكيم وكل المنظومه ككل، يعني تعرف ان كابتن جمال الغندور هو رئيس لجنه الحكام، جاب كابتن محمد الحنفي قدام 100 حكم، 100 حكم، وقال له الكره دي مش بنالتي. انهي كره؟ الكره بتاعت مجدي قفشه دي. كابتن جمال الغندور، معلش واحده تاني، واحده والله، واحده واحده. كابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام، عشان تعرف ان احنا اكبر ناس مسانده واكتر ناس مسانده للتحكيم. تمام. كابتن جمال الغندور هو رئيس لجنه الحكام. جاب كابتن محمد الحنفي اللي هو حكم اللقاء وعايز يقنعه قدام 100 حكم ان الكره دي مش بنالتي. معلش هتالي تاني بقى، معلش يا سيد، هنروح نشوفها تاني. معلش معلش ماشي، بتاعت قفشه، ماشي بتاعت قفشه، عشان بس نشوف، بس الناس تبقى بس واخده معانا الكلام. لا القريبه، اللقطه القريبه اهو. بص ايوه، هو هنا الكابتن جمال الغندور حضرتك بتقول ان هو كان بيحاول يقنع. اتفضل. ده محضر، دي مش دي بقى، يعني انا فاكر العكس. هقول لك هو ممكن يكون مستند ليه. كابتن جمال الغندور مستند ان اللي لعب الكوره لاعب اسوان. ما انا ممكن العب الكوره واضربك. يا راجل ده في القانون الجديد، في القانون الجديد لو واحد ضرب واحد من غير كوره بره خط المرمى او يعني معدي خط المرمى بتتحسب بنالتي. والكوره اصلا مش موجوده، يعني الكوره اصلا مش موجوده بتتحسب بنالتي. انا ليا ده تفسيرين. التفسير الاول، دي قناعات كابتن جمال الغندور وهو رئيس لجنه الحكام، ان الكوره دي مش بنالتي، ودي هتبقى مشكله كبيره قوي الحقيقه. يعني لو هو قناعاته ان دي مش بنالتي، دي كارثه بالنسبه لي. انت لو جبت ال100 حكم كلهم تمام. ليها بعد تاني بقى، التفسير التاني ده، ان هيبقى في تخوف شديد جدا يا اسلام من احتساب اي ضربه جزاء للاهلي. ايوه، اذا كان انت بتقول على دي مش بنالتي، نفسك تخوي قدام 100 حكم. قدام 100 حكم بتقنع حكم اللقاء ان دي مش بنالتي قدام 100 حكم. ده في حاجات بتبقى اقل من كده مش هتتحاسب بقى. لو دي قناعات كابتن جمال الغندور، لو دي قناعات كابتن جمال الغندور، دي مشكله كبيره. انت كلمت كابتن جمال يعني سالته ولا ما؟ لا طبعا. ال 100 حكم، ال 100 حكم قاعدين مش مقتنعين، او الاكثر اقل من 100 بالظبط. انت بتتكلم يعني ان كان مجموعه كبيره يعني. طب ده الافظع من كده، ان هو بيتكلم على كره محمد عادل البنالتي بتاع المقصه، بيقول له برضه ان دي مش بنالتي. ما هو احنا يا اما متعلمين غلط، يا لعبنا غلط، يا شفنا حاجه غلط، يا الموضوع له ابعاد ثانيه. لو له ابعاد ثانيه مثلا ان مفيش حكم يحسب بنالتي للاهلي، هتبقى ودي اشك فيها طبعا يعني. كابتن جمال غردون، كابتن جمال الغندور ارقى من كده واعلى من كده يعني. طبعا تمام، شخصيه محترمه. طبعا. لكن يا راجل انت باصص لنا في البنالتي بتاعنا يا كابتن جمال. يعني يعني البنالتي عندنا دي مش بنالتي ازاي؟ يعني دي مش بنالتي ازاي يا جدعان؟ مش بنالتي ازاي؟ طبعا. فعشان تعرف بس ان احنا من اكتر الناس اللي بتساند الحكام وما بتقفش على الواحده زي ما بيقولوا يعني. تمام، يعني ما بقفش على اوت ولا كورنر ولا الكلام الصغير ده. لكن لو احنا مش بنساند الحكام يا اسلام، نعمل مشكله كبيره قوي في حاجه زي كده. يعني نعمل مشكله كبيره. لان انت دلوقتي المفهوم عند الحكام ان دي لو دي مش بنالتي، طب انا هحسب ايه؟ يعني هحسب ايه اوضح من ديت؟ من كره مجدي قفشه طبعا. هو دي مش بنالتي ازاي؟ هات 20 حكم دلوقتي على التليفون، لو واحد فيهم قال ان مش بنالتي، لو واحد بس، انا ممكن ادفع يا عم 12 جنيه وربع. 12 جنيه وربع؟ ما ينفعش 12 جنيه ونص؟ طيب. طيب انا الحقيقه يعني هو كان في استوديوهات تحليل الكابتن جمال، كان لا كان بيقول على حالات تحكيم واضحه جدا في ضربات جزاء، وكان بيقول الاهلي له ضربات جزاء، كان بيقول ان في ضربات جزاء ما مش ضربات جزاء بتحسب لفرق ثانيه، بس هو مسؤول ما اعرفش اذا كان الكلام ده بيحصل. طب بيحصل، ما ينفعش يتقال بالطريقه دي يعني على راي كابتن سيد يعني. بالظبط. يعني هو انت لما تحاضر للحكام
و100 حكم زي ما كابتن سيد بيقول والكابتن جمال بيقول إلا دي مش ضربه جزاء. يعني انت بتعتمد معيار. ما هو انت دلوقتي يا كابتن يا استاذ ابراهيم اللي بيحكي من جوه التحكيم يعني هو حكم بيحكي. طيب يا هو بقى الكلام ده حصل بالطريقه دي يا ما حصلش بالطريقه دي، لكن لو حصل بالطريقه دي يبقى غلط. لا ما هو اللي بيقول ما انا بقول لك انا بقول اهو ما هو سيد بيقول نقلا عن حد، هو سيد حضر الاجتماع، سيد اتحكى له زي ما سمعنا كده، حد قدام الجهاز جاب كده، فكابتن سيد بيتكلم ان لو هذا الامر بالطريقه دي يبقى ده كلام مش ممكن يقبل، يعني لانك انت على رايك على راي كابتن سيد ده معناها تقول الحكام اعتماد منهج. الله، انت بتعتمد منهج وبعدين انت ما تخافش من الاهلي، ما تحسبش للاهلي، دي مش بنالتي. طب ايه البنالتي اللي يكون؟ طب سيبكم من راينا احنا، ربما يكون راينا مجروح. نفس اللعبه اللي الكابتن سيد بيقول انك كابتن جمال، خلينا برضو نقلا انك كابتن جمال الغندور قال للحكام المية، اصل انا مستكتر على كابتن مش ضربة جمال ان يقولها يعني. طب ازاي مش ضربه جزاء؟ طب جمال الغندور محاضر دولي كبير، طب ما الكابتن احمد الشناوي محاضر دولي كبير، نشوف معياره ورؤيته لنفس الخطأ. نيجي للحالة اللي بعد كده، ركلة الجزاء. طبعا ركلة الجزاء مستحقة والإنذار مستحق للتهور، لعب في منتهى الخشونة ومنتهى يعني منتهى العنف، في التحام بغض النظر بقى هجمة واحدة ولا كان ولا لكن هنا الإنذار مستحق للخشونة في الشك، كان لازم يديله مداش. طيب انا بقى في الحاجات اللي الناس عماله تتفاوت فيها الاراء، طب ما تدي الحق للحكم طالما ان هو تفاوتت الاراء فيها، انما بتاعت النقاش دي ما فيهاش تفاوت. طب ما تشوف راي الشناوي فيها مؤكد لانه تضحك الحقيقه، مش فاول ومحضر، ده فول وبلاغ لحقوق الانسان ان في حد يعتدى عليه زي كده وما ياخدش حقه. نشوف. يعني هو كان نفسي اللعبه اللي جايه ركله الجزاء دي كان نفسي طبعا الصباحي كان مش قريب هنا، كان ممكن بقى بص قريب والله مش بعيد لا هو كان وصل بعد بعد ما حصل ما شافش لو كان في حكم اضافي انا بعتقد ان كان ممكن يساعده في اللعبه دي. طبعا والله العظيم ان السنه اللي فاتت كان في حكم اضافي وكانت قدام عينيهم ما حسبش. بص يا كابتن بس بس خلي بالك يا كابتن شكرا. انا عايز اقول على حاجه، احنا بنقول ايه لما يكون في خمس العاب والحكم الاضافي شاف اثنين او ثلاثه مش افضل من يبقى الخمسه بس الحكم الاساسي يتعب نفسه شويه هيشوف ماشي يعني ما اختلفتش لكن دي ضربه جزاء لم تحتسب. ماسك يا كابتن تمام جزاء. انا كان نفسي الصباح يحسبها معاه ماتش كويس جدا ما عندوش حاجه خالص غير هي دي بالظبط. هو جاب لنا اللعبه بتاعه الانتاج ضربه الجزاء المستحقه للنادي الاهلي وما اتحسبتش وزيها كتير، وكان قبل كده شفنا مثل هذه الالعاب. لكن انا هجاوب على السؤال اللي ساله الكابتن الشناوي، بيقول لك طب لو هم خمس اخطاء والحكم الخامس حسب ثلاثه وما حسبش اثنين مش احسن ما الخمسه ما تحسبوش؟ لا احسن الخمسه ما تحسبوش. ليه بقى؟ لان الاثنين لما يبقوا قدامه بالمنظر ده وهو مشارك في اللعبه وما يتحسبوش تبقى البراءه اتشالت من الموضوع. ما فيش براءة هنا. يبقى أنت حاططني مش عشان أحسب الخمسة، لو قدامي، لو الخمسة قدامي، طب لو في من الخمسة دول اتنين بعيد عني، لا أنا موافق إن ما تحسبوش. إنما ما تحسبش اللي قدامك وتحسب اللي بعيد عنك، لا يا كابتن شناوي. لا. وعشان ده اللي كده أنا قلقان من الفار، لأنه في الآخر بشر اللي هيشغلوه. لكنه على الأقل فيها فرصة مراجعة، في فرصة لحد تاني يشوف. يعني طبعا رايين اكتر احسن من راي واحد. طيب نرجع نشوف كابتن جمال الغندور قال ايه للحكامه عن واقعتين للزمالك والمقصه اوضح الوضوح، الشناوي اشار اليهم بكل الاعتراف وما يقدرش ينكر ولا حد، حتى لو حسين امام نفسه رجع يحكم للزمالك عمره ما عمل الحاجات دي على فكره لازم هيصفر على دول
مش ممكن حد بيلعب كورة أو ما بيلعبش كورة يشوف الخطأين دول وما يحسبهمش. يا ترى كابتن جمال الغندور قال لحكامه المية اللي قالوا الشناوي عن الضربتين دول ولا لا؟ استوجب الانذار وانذار صحيح. نيجي هنا بقى اللعبة دي بتاعت محمود علاء. طبعا يعني أنا من لقطة هنا بالشكل طبعا اللايف اللي كان جاي لنا ما كناش شايفين. انا بشوف ان الحكم دائما وابدا انا شايف ان اللاعب خمسة واللاعب اللي هم عليهم علامات اكس اللي انا حاططها دي تعتبر عامله الرؤيه مش واضحه للحكم طالما انه مش في المكان اللي جاي نعمل منه الاسهم دي. بس واضحه لللاينز مان يا كابتن. ها بس واضحه لللاينز مان. صعبه. لا لا صعبه المسافه جدا انه ممكن يديله فيها. لا يعني انا بتكلم لما تيجي تقول لحكم اضافي ورا هنا في الحته دي اوكي انه ممكن يكون، لكن للتاني مسافه بعيده قرابه يعني 40 متر يعني 40 يارده كتير قوي. لكن انا عايز اقول دلوقتي ده اللي احنا شايفينه. طبعا الدفع هو دفع، لكن هناك فرق بين انا بكون بجري بلتحم على الكره وبيبقى فيه اندفاع يعني دفع بيني وبينك شيء طبيعي من اجل الكره، لكن ما تم شيء يعني اللي هو يعاقب بالخطا الدفع. طبعا الحكم كان لازم يكون واقف في الحته اللي انا بقول عليها دي. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا دفع اللاعب ويعني ادي واضح. هنا بقى اللقطه دي اللي انا عايز اقول هنا محمد يعني عنده رؤيه فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني والخطا واضح ما تقولش مش واضح. يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها. لكن هي طبعا اقوى قرار ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب، لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضح. نيجي بعد كده هنا اهو شوف وانا عنده رؤيه. نيجي بعد كده ركلة الجزاء الثانية. هو هنا محمد يعني أنا كنت أتمنى أن هو يكون أكثر قربا، لأن برضو نفس الكلام لو جينا هنقول ده وده وده، وهنا اللاعب ده بقى شايف أن أنا شايف أن الرؤية قدامه مش واضحة، مش واضحة قدامه زي ما يعني الكابتن حازم حتى كان بيقول وآخر المباراة والحاجات دي كلها. يعني أنا المفروض أن أنا أكون يعني أكثر حرصا أنا عشان أكون متأكد أن أنا بعدم الاحتساب أو الاحتساب كان لازم يكون دخل قرب في الحته دي، مش في الحته دي لازم يكون قرب حتى في الحته دي اللي يمنع. شايف لعيب بيقرب الحته دي خلاص اخش واقرب واشوف. طبعا ما شافش. هنا الناس تقول لك ده التحام. لا ده مش التحام طبيعي، لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه. النهارده مين اللي جاي من ورا؟ لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز. النقاز ده دلوقتي الكره اللي جايه، انا كلاعب الكره بتاعتي عندي الحق والملكيه في ان انا احجز على كورتي واخدها، ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني. وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم، وبالتالي اكبر حمدي النقاز اللي ارتكب ضده المخالفه، وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده، فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود. نشوف الحاله طبعا واضحه جدا. بص بقى هنا، بص حمدي النقاز يعني ايد ودي رجل اهي، يعني ايده ورجله يعني قدم ويد، يد بتدفع ورجل بتعرقل. اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. خلي بالك الكورتين دول تضحك. الكورتين دول يد تدفع ويد تبني. الكورتين دول في ماتش وفي من نفس المنطقه دي ليها عندي معنى. أيوة. ان قرارات الحكم بتؤثر على اداء التكنيك بتاع اللعيب. لما بيبقى مطمن ان مفيش حساب فخلاص يعمل التهور وارد، التهور وارد وبتبقى قدراتك الدفاعيه اعلى. واخد بالك؟ مش حذر من انما حاجة. انت بقى لما يكون الهفه واللمسه والبتاع ده هتلعب بحذر. لكن احنا لا عايزين كده ولا عايزين، احنا عايزين الحقوق يا اخوان، حقوق الناس تروح لها. صعبه؟ ما تجيش تقول لي الحكم بشر عشان هو بشر يتحاسب كبشر مش يتحاسب كملاك ويغلط كبشر. ما ينفعش ما ينفعش استاذ ابراهيم يبقى بشر في الـ في الـ في الخطا وملك بشر في الاهلي والانتاج ومش بشر في الزمالك. أيوة. والمقص مش ممكن. ما هي النتائج اهي، وبطولات بتروح وناس بتطلع وناس بتنزل بـ بـ بالبشر دول. يا جماعه احنا بنتكلم في الاخطاء
مش الوردة ولا الواضحة، الفج قوي اللي هو انا بقول لكم هات اي حد لعب كورة او ناوي يلعب كورة او ما بيلعبش كورة ويشوف الدفعتين دول صح اخبارهم ايه، او يشوف حاجة زي كده. عشان كده يعني اي نعت ممكن يتقال على مستوى التحكيم يعني دي يا كابتن شناوي، يا كابتن شناوي دي من الاثنين من الخمسة اللي ما يتحسبوش احسن يعني لا هي دي الاخطاء، هي دي الكوارث، هي دي المشاكل، وتكررت الاهلي والانتاج وتكررت الزمالك والمقاصه، وتكررت اخطاء فجه وورده جدا واضحه قوي في ماتش الزمالك والمقاولين، الاهلي وبيراميدز نفس اهو بقول لكم بلاغات لحول انسان انه ما ينفعش حد يعتدى عليه بالعنف ده وما ياخدش حقه. فين القانون؟ وبنتكلم على يا جماعه منظومه التحكيم مهمه جدا، حفظ الحقوق لكل الاطراف، صفر ضد الاهلي وصفر مع الاهلي وصفر للزمالك وصفر ضد الزمالك. انت بتطلع من بطوله بتغير مسار بطولتين، يعني في فرقه ثانيه خدت الكاس ده عشان انت ما خدتش حقك. وبعدين اسوا ما في الموضوع واخطر صياغه المناخ نفسه. ليه؟ لكل الحكام، لما انت تيجي تحضر الحكام وتقول لهم لا دي مش بنالتي، خلاص انت بتعتمد مستوى، انت اقريت مبدا، فبالتالي الحكام في حالات الالتباس والشك والريبه للاهلي مش هيصفر، التوجه العام واضح. طب هل مش عايز يسمع كلمتين قدام زمايله بالظبط؟ هل في نفس المعنى ونفس الاطار يجي حكم ماتش الزمالك والمقاولين محمود البنا ويحصل نفس الملاحظات؟ ده جون جه من احتساب لضربة ركنية، ده ادوله احسن حارس في الاسبوع، يديله احسن حكم في الاسبوع. طب احسن حكم في الاسبوع ومحتسب الخطا ده نشوفه. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديده والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت، وافترض انها كانت احتسب ركله مرمى، فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعبي الزمالك. طيب ادي ضربه ركنيه ملهاش علاقه بالضربه الركنيه، جالك منها جول وجه منها جول، المباراه الوحيد وعنف من فرجاني الساسي في نفس ومرتين عنف يستوجب الكارت الاحمر مباشره بيدي انذار. طيب في نفس المباراه ويحصل في التقييم انه افضل حكم في خلاص هم بيقولوا لما بتختاروا بعد كل ده مقبول، اذا الاداء ده معتمد. في رايك يبقى ده ممتاز، ده احسن حكم في الاسبوع، ده الاحسن. امال الاسوء شكله ايه؟ عمل كام كارثه؟ ده عمل كارثتين ثلاثه في الماتش. طب التانيين عملوا كام كارثه؟ احنا كده بنتكلم على التحكيم وهيزعلوا مننا، طب نعمل ايه؟ نتجاهل؟ لان كابتن جمال نفسه كان بيتكلم عن التحكيم بدليل كان بيحلل بالظبط. امال كان بيتكلم عن ايه؟ فلا تحرم ما حللت. واحنا ما بنجرحش، احنا بنقول هل دي اخطاء تغتفر؟ تقبل ولا لا؟ ولما تحصل خلاص حصلت، تكافئ انك تاخد افضل حكم في الاسبوع ولا تلام امام زمايلك زي ما عملت في غيره؟ ما معنى ان حكم يشوف عنف مبرح جدا في المباراه وما يطردش لاعب؟ بيساعد ما ده كله، هذا بيساعد على التكنيك بتاع اللاعب، بيساعد على الاداء الخططي كمان يا استاذ ابراهيم، الناس بتلعب مطمئنه بالظبط. ده معناه ايه؟ ده مستوى مقبول؟ هل الاخطاء ديت يمكن قبولها؟ اذا كان ده يمكن قبولها فالخطا الاكبر من اتحاد الكره حتى الان لا يمكن قبوله. هو ايه؟ بعد الفاصل. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا تطوير منظومه التحكيم هدف اساسي، ومش ده كان مطلب النادي الاهلي في خطاب في الموسم اللي فات، وعرضناه لكم المره اللي في الحلقه الماضيه، انه الاهلي سال عايزين الاستفاده من التكنولوجيا في تطوير منظومه التحكيم، واتكلم الاهلي على الفار، ورجع اتحاد الكره وقتها قال ابتداء من يناير، وفي يناير قال لك لا هنشوف في نهايه الموسم، وفي نهايه الموسم مفيش حاجه تمت. المجلس الجديد اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد كانت من ضمن وعودها في البدايه العمل على تطوير منظومه التحكيم واستخدام تقنيه الفار. حتى الان مفيش خطوه ايجابيه تقول ان ده هيحصل، بس اخر حاجه قال لك في الدور الثاني ان غدا لنظيره قريب. بس من المهام الكبيره اللي على اتحاد الكوره الموضوع مش تحكيم بس. احنا قلنا لكم في البدايه ان احنا عندنا ثقه كبيره وعندنا امل كبير ان اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره تتمكن من تنفيذ خطوات اصلاحيه جد بجد، لانه لو ما عملوهاش هم متجردين من حسابات الانتخابات غيرهم مش هيعملها. اللي انا هقوله لكم ده الحل الافضل والامثل عشان نقدر نرتقي بمسابقه الدوري ونقدر نقول ان في كره قدم منضبطه وجاده بجد. المجالس المنتخبه كابتن سمير زاهر حارب الفكره دي بكل قوه، المهندس هاني ابو ريده اللي حوالين منه حاربوها باقصى ما يمكن، فكره ظهور رابطه للانديه المحترفه حاربوها بقوه وعند الاسماء وعند المحاولات اللي بذلوها علشان يحولوا دون تاسيس هذه الرابطه، ان الانديه ال 18 في الدوري الممتاز تاسس منها لجنه تدير المسابقه، تدير حقوق المسابقه، تدير شؤونها، تحط جداولها، تطلع قراراتها، تفرض عقوباتها، في النهايه هي لجنه منتخبه من ال 18 نادي يديروا المسابقه. لكن فكره ان انا مجلس منتخب من ال 300 400 نادي فمش فارقه معاه ال 18 نادي ويبقى الواحد فيهم عشان يثبت لانديه الاقاليم انه سبع البرومبا وان هم اختاروه بجد وان هو حامي حمى وحقوق الانديه الغلابه فيفتري او يبدا يظهر قوته المفترضه على الاهلي والانديه الكبيره. لمس نقطه مهمه جدا، النقطه دي بتقول ايه؟ من الذي ياتي بالاتحاد؟ مش انديه الدوري الممتاز، هو بيسقطك من حساباته، مش فارق، انت مش فارق معاه. ايوه بنقصر. ويعلم تماما ان اللي هيديك هيديك بصفه شخصيه، واللي مش هيديك ما تعمل له توقف له على دماغك مش هيديك، مش هيديك. فهو من ال 18 نادي عارف بالصوت مين هيديله ومين مش هيديله، فمش شاغل دماغه ولا حتى بيتصل بيه. خلاص، اذا اللي بيجيبه مين؟ انديه الدرجه الثانيه والثالثه، ما نعرفش الرابعه كمان، وبعض مراكز الشباب اللي في الرابعه اللي تقننه. طيب عندما ياتي بك هؤلاء الى الاتحاد هتبقى انت معني بايه؟ بايه؟ ارضائهم. دول اللي هيجيبوك. ايوه، مش اللي فوق. ايوه، اللي انت اصلا يعني متوقع ان فيها الاضواء وفيها الفلوس وفيها كل حاجه ومن الطبيعي انك تنشغل بيهم، لكن هو مش منشغل بيهم، هو عايزهم لانهم هم دول الفرخه اللي بتبيض ذهب. وعايزهم لان هم الاضواء فقط، لكن هو مش مشغول انه يصلح شؤونهم ولا هيئ لهم المناخ العادل ولا يدي لهم المسابقه اللي ترفع المستوى خالص. في حين بقى ان لو جت رابطه الانديه استاذ ابراهيم وشالت عنه هذا العبء يبقى هو هيعنى بالمنتخبات، هيديها حقها، هيعنى بنشر اللعبه والدرجات الاقل وهيديها حقها، هيعنى بكاس مصر وقطاعات الناشئين. وقطاعات الناشئين مسابقات بقى. مسابقات الناشئين، مسابقات ال فانت يعني عندك شغل اللي هو فيه كره قدم حقيقيه. ودول التنافسيه على البطوله والمسابقات بيرفعوا عنك الحرج، لكن ازاي هيقولوا لك احنا اللي هندير حقوقنا وانت مش هتسمح بهذا؟ مش هتسمح تدي لهم البث، مش هتسمح تديهم الرعايه على ماتشاتهم، مش هتسمح بهذا. فهنظل في هذه الديلمة. احنا بقالنا احنا من 10 سنين استاذ ابراهيم واحنا عايشين في فرص استثنائيه، يعني الاتحاد يقول لك طبق السنه الجايه وبعدين استثنيك
فاحنا عايشين في استثناءات بقالنا 7-8 سنين على الاقل. طيب اللجنه الخماسيه، وده اللي انا بقوله لكم، اللجنه الخماسيه لو ما عملتش ده غيرها مش هيعمل. لا طب هي نقت ال، عارف ايه اللي مقلقني؟ هي التكليف بتاعها في انها تنقي الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه تهيئها للانتخابات، مين اللي له حق الانتخاب، بحيث ان العدد الكبير ده يتقلص على اصحاب الحق اللي هم فعلا معنيين باللعب. هل ده تم؟ هنفكركم، تمت فيه خطوات اطلاقا. بالعكس، الجمعيه العموميه اللي كانت هتعقد نهايه هذا الشهر، اللجنه الاولمبيه ابطلت الدعوه بتاعتها، لانه ثبت انه الاتحاد وجه الدعوه لانديه لا تنطبق عليها معايير العضويه تاني. فقال لك لا بطله. هنفكركم ونفكرهم ونفكر نفسينا، هي اللجنه ديت اللي عينت برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني وعليها كل الطموحات والامال الكبيره، كان عندها 5 مهام. وما زلنا الوقت ما جريش، ما زلنا بنقول لو ما عملهاش هم بنزاهتهم وتجردهم غيرهم مش هيعملها. فدي الفرصه الاخيره لانقاذ الكوره، لجنه للانديه المحترفه تقدر تدير شؤون المسابقه وترتقب المستوى مع نفسها، ملهاش دعوه بحسابات الانديه في الاقسام الثانيه اللي الاتحاد دايما بيعول عليها ومش فارقه معاه انديه الممتاز او الانديه الكبيره على الاقل. الخمس مهام اللي الفيفا كلف بيها لجنه عمرو الجنايني كان البند الاول اداره الشؤون اليوميه لاتحاد الكوره. بس كمان البند الثاني فيه اللي انا بقوله لكم، مراجعه لائحه النظام الاساسي للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكره القدم. الاتحاد الدولي لكره القدم معاييره الرابطه المحترفه، وادانا بدل الميعاد مره واثنين وثلاثه، وبدل الفرصه مره واثنين وثلاثه. فانت مسؤوليتك ان انت تراجع النظام الاساسي بتاعك بما يتسق مع لوائح الفيفا. يعني كل ما هو مطلوب انجازه لابد ان يكون متسق مع الفيفا، اهمها دور المحترفين والرابطه اللي بتديره. وكان البند الثالث مراجعه النظام الاساسي والشروط اللي واجب توافرها في الاعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكره في الفتره المقبله. والبند الرابع تنظيم واجراء انتخابات لجميع المرشحين على القوانين الجديده اللي انت هتعمل لها تنقيه. والمبدا او البند الخامس كخطوه اخيره العمل كلجنه انتخابيه من اجل تنظيم واجراء انتخابات مجلس الاداره الجديد بناء على النظام الاساسي الذي سيتم تحديثه. طيب رابطه الانديه مطلب ثابت، هل الانديه معانا المهندس محمد فرج عام، اذا كنت عايز توجه له السؤال ده وقولوه على الهواء، هل الانديه جاده في مطالبها لاتحاد الكوره بتاسيس رابطه الانديه المحترفه ولا لا؟ معنا النائب الكبير وواحد من المهتمين بتطوير منظومه كره القدم الاستاذ فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه. استاذ فرج اهلا بسعادتك. اولا بمسي على سيادتك يا ابراهيم بيه، ربنا يخليك يا العزيز عدي بيه، ربنا يخليك يا باشمهندس، منورنا يا فندم. وطبعا منورين وربنا يكرمكم ويوفقكم دايما، وزي ما حضرتك بتقول اي دوري محترفين في العالم لا يمكن ادارته بغير رابطه الانديه المحترفه. تمام. لكن طبعا مجلس اداره اتحاد كره القدم السابق كان مش عايز يفرط في هذا الموضوع، ولما عمل لجنه انديه عملها لجنه شكليه. بالظبط. لجنه شكليه وكانت خرطها توصيات وكان مجرد ان الناس تجتمع، ولذلك انا كنت رافض تماما اني اجتمع او اكون متواجد الا مره واحده لما كانت في نادي سموحه ادبيا، لاني عارف طبعا ان هي مجرد تضييع وقت، ويعني هم بيضحكوا على الانديه، يعني مجرد حاجه شكليه كده ملهاش اي معنى. فانا بتمنى ان يكون في رابطه انديه محترفه في اسرع وقت، ويتم انتخابها، واللوائح والقواعد بتاعتها تكون زي لائحه رابطه الانديه المحترفه في السابق. فرج بيه وقت الاستاذ ثروت سهيل لما كان بيدير اتبعت جوابات للانديه لتفعيل رابطه الانديه واستقبال ترشيحاتهم، جالك حاجه زي كده؟ احنا جالنا في النادي الاهلي الحقيقه. ما احنا جالنا عدلي بيه، جالنا بس يعني بس بعد كده ما سمعناش حاجه عنه. لا ما فيش حد اتكلم عن هذا الموضوع تماما. طب احنا نتمنى ان اتعمل دي باسرع وقت. طب اسرع وقت يتم تكوين
لرابطه الانديه المحترفه، لان طبعا اهتمامات الانديه المحترفه غير اهتمامات انديه الدرجه الاولى، غير اهتمامات انديه الدرجه الثانيه. ثانيا كل مسابقه من المفترض انها تدير نفسها. ما ينفعش ابدا ان جمعيه عموميه فيها مراكز شباب تتحكم في دوري محترفين في انديه زي الاهلي وزي الزمالك وزي كل الانديه اللي هي في دوري المحترفين. هل تتفق يا فارق بيه معايا في ان المشكله تكمن في ان ربما رابطه الانديه تبتدي تدير الحقوق الماليه والتجاريه والبث التلفزيوني والرعايه لصالح الانديه، وده ممكن يعني اتحاد الكره ما يقبلوش؟ انا عايز اقول لحضرتك جميع الانديه بتعاني لان الايرادات ما بتتناسبش مع المصروفات في الفتره الحاليه. ايوه. لان من يدير النواحي الماليه للانديه والبث التلفزيوني يعني لا يعنيه بالقدر الكافي. صحيح. الانديه هي اللي تحقق مصيرها بايدها، هي اللي تسعى الى تحقيق عوائد ماليه تتناسب مع الصرف اللي هي بتصرفه. انما حضرتك النهارده الانديه بتصرف مهما كان، الاهلي عنده عقود رعايه، طبعا الاهلي بعيدا عن اي نادي اخر، اي نادي الرعايه والبث الفضائي الى اخره لا يتناسب مع الفلوس اللي بتصرف على كره القدم. احنا بنشوف في اوروبا كلهم بيحققوا ارباح، بيحققوا مكاسب. ده هو شرط الفيفا دلوقتي والسلامه الماليه، انك ما تدينش. مظبوط كلام سيادتك، صح كلام سيادتك صح. ولذلك هم بيسالوا على الرخص دلوقتي يا عدلي بيه. اتفضل. احنا بنلجا لبيع لاعبين، وبالتالي بنفضي فرقنا من نجومها عشان تصرف. المنافسه بتضعف. احنا عايزين الانديه هي التي تتحكم في مصيرها بالنواحي الماليه والاداريه والبث الفضائي وكل شيء والرعايه الى اخره. طب هل يمكن لحضرتك وانت رئيس نادي مؤثر في المسابقه انك تسال اتحاد الكوره ليه مفيش خطوه جاده في ده؟ اتحاد الكوره، انا هتكلم على اتحاد الكوره اللي هو كان قائد قبل كده، ما كانش بيرد على اي مراسلات ولا مكاتبات. لا، وكانت مصلحتهم ان ما تتعملش، لانه خلينا نكون صراحه، طبعا معامله هيكليه. يعني لما كانوا كلهم ناس افاضل، كلهم متعاقدين على تقديم برامج من خلال الشركه المتعاقده مع الاتحاد، لما انت تاخد منهم كعكه البث الفضائي لرابطه المحترفين، هم فقدوا نفوس كبيره على الترابيزه. بالظبط. فاللي بيدير عنده تعارض مصالح مع الانديه. الانديه هي بدون الانديه مش دوري. بالظبط. بدون الانديه مفيش دوري. طبعا. طب ما نجرب نكلم الاتحاد الحالي يا فندم. والله الاتحاد الحالي انا مش عايز يعني احمل عليه كتير، لان ده لجنه بتدير الى فتره محدوده. بس ما هو ده انا بتمناه. ده ما حدش هيعمله يا باشمهندس الا دي خطوه ما حدش هيعملها الا مجلس ما عندوش حسبه الانتخابات. مظبوط. ممكن. بص حضرتك، انا بنتظر من هذا المجلس ان ياخد خطوات كثيره جدا في حاجات ما يعملوهاش الا هم. بالظبط. تشكيل تنقيه الجمعيه العموميه، ما ينفعش ابدا الكره في مصر يبقى فيها 390 نادي الى اخره، ويتساوى مراكز الشباب مع الانديه الكبرى. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان تقام لجنه رابطه الانديه المحترفه لتدير شؤون المسابقه وكل ما يتعلق بيها، ودي خطوه اساسيه بصلاحيه كامله في كل مكان. نعم، بصلاحيه كامله، وتبقى قراراتها الزاميه، وتتعمل لجنه حكام منفصل عن اتحاد الكوره. بالظبط. ده مهم جدا، بميزانيه مستقله وقرارات مستقله. طبعا. احتراف الحكام، ويكونوا مستقلين عن مجلس اداره اتحاد كره القدم. بالظبط. وبيديروا نفسهم. هي في العالم كلها كده. نعم، هو العالم كله. ده اللي انا بقول لسيادتك عليه، احنا بنحاول نعمل اشياء عشان تفضل السلطه في ايد مجلس اداره اتحاد كره القدم. وانا اسف، الاتحاد السابق كان بيتلاعب بيها كيفما شاء.
ويفصل ويميز ده ويعمل ده. واظن الحكم اللي خده الاهلي بين هذا الكلام، وحوادث كثيره جدا كانت بتبين هذا الكلام. رايك في عمرنا ما هنتقدم، وعمرنا الكوره في مصر ما هتتقدم طول ما احنا ماشيين بهذا الكلام. راي حضرتك في الحكم ده كان ايه يا باشمهندس؟ ده حكم تاريخي وضح كلام انا عمال اقول ان هم بيقيسوا بمقياسين وبيعملوا على مزاجهم ويميزوا انديه على انديه، واللي صاحبهم يرضوه يفضلوه عن غيره ويعملوا كذا ويضغطوا على النادي ده ويضغطوا على ده وده يطلعوه لفوق الى اخره الى اخره. وانا اتكلمت على اشياء كثيره جدا. فالحكم ده، الحكم ده اللي طلع من الاهلي، وهي فكره ذكيه جدا، اللجوء للتحكيم. أيوة. وانا بندم ان انا ما لجأتش للتحكيم بحاجات زي كده. دي يعني كشفت المستور، يعني دي كشفت المستور. أيوة. كان المستور اكتر من كده بكتير جدا. صحيح، اكتر من كده بكتير جدا. صحيح، كان حجم المجاملات لا يتخيله احد. صحيح، ولا يتصوره احد. ولا يمكن يعني وعارف شتك بدم بارد، قتل بدم بارد للاسف. والله ده كلام كلام في منتهى القوة. ده انعكس على المنتخب المصري. المنتخب تراجع تراجع كبير جدا بسبب المناخ ده. بسبب المناخ ده طبعا طبعا طبعا. حتى المنتخب كانوا بيلعبوا فيه. فطبعا اللي احنا بنتمناه واللي احنا يعني توقعناه وتوسمنا خير ان اللجنة الخماسية دي يجي تضع قواعد شفافة تماما، والقواعد واللوائح التي تبدأ عليها المسابقة تنتهي بها، ويكون في عدالة بين الجميع. كل الناس اللي هم انت فتحت نقطة مهمة جدا يا فرج بيه دلوقتي. القواعد اللي تبدأ بها المسابقة تنتهي بها، وده يقودنا الى في شوية همهمة كده على تعديل نظام الاستبدال في يناير. رأيك ايه؟ إخلال بمبدأ المنافسة والعدالة. ده إخلال صريح لا يمكن يتحدث. قولا واحدا تهريج، لأن أنت بدأت المسابقة كده. اه بص حضرتك، بص حضرتك، المتسابقين في الماراثون أو في أي مسابقة في العالم بيقفوا على خط واحد ساعة ما بتنطلق يعني الطلقة، كله بيجري وكله بيتسابق بنفس القواعد بنفس الظروف بنفس كل شيء الى خط النهايه. لما تيجي بقى حضرتك تقول لي انا هعدل في النص وهسمح لك بكذا وهلغي لك كذا واعمل لك كذا، يبقى انت بتلعب بالمسابقه لمصلحه اطراف اخرى او بالزبط. اطراف عينها بالظبط. وهذا مرفوض، ولا اعتقد تحت اي وضع من الاوضاع ان هيحصل حاجه زي دي. يا رب. طبعا انا واثق ان اللجنه الخماسيه ناس محترمين ولها اسماء ولها اوضاع اجتماعيه، مش هتقبل ابدا أن يقترن اسمها بالتلاعب في لوائح المسابقة كرة القدم. نتمنى ده إن شاء الله يا باشمهندس. إن شاء الله، ما هو إحنا كلنا لابد أن نصر على ذلك. بالظبط. نشكرك يا فندم وأثرت العفو. يعني دايماً بتضيف يا فندم، متشكرين جداً. شكراً جزيلاً للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب. وأعتقد المسألة واضحة في الثلاث نقاط اللي تعرض لها المهندس فرج عامر، سواء ما يتعلق بحتمية وضرورة تطبيق رابطة الأندية المحترفة، أو فيما تحصل عليه الأهلي من حكم منصف جدا ضد اتحاد الكرة السابق أمام مركز التسوية والتحكيم، وثالثا بالتحذير الواضح والشديد من أي تلاعب في قرارات المسابقة أو شروط المسابقة، وخاصة في بند استبدال اللاعبين. تمام. وبمناسبة المهندس فرج عامر واسكندرية، في هذه اللحظات ورد إلينا فوز الاتحاد السكندري ألف مبروك بطولة عربية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه. الحقيقة كل كنا نتمنى نبارك لهم إذا حد يعني الزعيم الصغر وبطل السلة. طيب، على ذكر اتحاد الكرة السابق ومدى مسؤوليته أو مدى رفضه لفكرة الرابطة المحترفة، لأن كانت مبدئيا كفكرة ضد مصالح الأفراد، مصالحهم الانتخابية، مصالحهم التعاقدية، مصالح شخصية، حاجات كتيرة جدا كان من السذاجة أن حد ينتزع من وسطيهم
هذه الدجاجه التي تبيض ازاي؟ يا استاذ ابراهيم ده دي دي تعليمات الاتحاد الدولي. انا مستغرب ازاي هم. طب ما تشوف الدكتور كرم كرد ساعتها قال عنها ايه. لا واللجنه اللي موجوده دي تابعه للاتحاد الدولي، مين اللي هيعملها؟ ما هي اللجنه دي، ما ده اللي انا بقول لك، اللجنه دي متجرده عندها فرصه العمر. بالظبط. يعني ايه؟ يعني على فكره الازمه اللي حصلت مؤخرا وكادت تطيح بمسابقه الدوري، مباراه الاهلي والزمالك والتاجيلات وتعديلات واللعب في الجدول، انتوا متخيلين لو في رابطه محترفه اتحاد الكره كان ملوش دعوه؟ دي لجنه منتخبه من ال 18 نادي بينهم وبين بعض في خمس ست اعضاء هتتناقش على الترابيزه معاهم منسق امني بيدير المساله مع الجهات المعنيه، معاهم مدير للجنه المسابقات او اداره المسابقات هم اللي معينونه وراجل محترف، وفي النهايه دول اشخاص محترفين. يعني النادي الاهلي قال المهندس عادل القيعي يمثلني في رابطه الانديه المحترف، المهندس فرج عامر عين واحد من سموحه، نادي الزمالك رشح واحد، ال 18 واحد الممثلين لانديتهم كل نادي بيرشح حد، اترشحوا 9 اترشحوا 10، ال 18 واحد بيختار، تم اختيار 6 ورئيس مندوب من مجلس اداره الاتحاد بيمثل مجلس اداره الاتحاد في اللجنه، وتقدر تحط الهياكل الوظيفيه الكامله، منسق امني، مدير لاداره المسابقه، في النهايه هندير كوره بشكل محترم وبضوابط كامله. لا الاهلي هيفرض كلمته ولا الزمالك هيمشي كلمته، ولا ده هيتظلم ولا ده هيحس بالظلم. في النهايه الترابيزه يمثلها ال 18 نادي استقروا على لائحه هم اللي هيحترموها. وفي اخر السنه بين ادائهم قبل الموسم بفتره كافيه، اللوائح معتمده ومستقره، شروط المسابقات واضحه تماما، بيعيدوا انتخاب المجلس الجديد، مجلس الرابطه للموسم الجديد زي كل الدول. بتبدا تقيمه في نهايه الموسم، انت شفت المهندس عادل القيعي ممثل النادي الاهلي اداؤه خلال الموسم كان جيد جدا بما يؤهله انه ينجح تاني، هو هيكون حريص على ده، وكل واحد هيكون في اللجنه هيبقى حريص انه يؤدي الاداء المنضبط. المسائل بسيطه جدا وهتغنينا عن كل المشاكل دي. فضلا ان مفيش حد هيقدر يعني يفرض رايه على الاخرين. على الاخرين، احنا بنتنافس مع بعض، والشروط احنا اللي اقرناها. احنا اللي حطيناها. بالظبط، مش اقرتها يعني عليا انديه في الدرجه الثانيه والثالثه علشان ينتخب. انما يعني كونك كمان ده اللي الواحد بيستغرب له، كنا احنا هنا يعني في الكره المصريه احنا اللي يعني بنضرب بالنظام عرض الحائط بسهوله كده، اللي مش عارف قليله منطق يا استاذ ابراهيم خالص. طيب نتذكر كلام الدكتور كرم كردي كان في قناه ال تي سي في حضور الصحفي السعودي الاستاذ عبد الغني الشريف عن رابطه الانديه المحترفه. رابطه انديه المحترفين، متى يتحول الدوري المصري الى دوري محترفين كما سبقتنا السعوديه والامارات وبعض الدول العربيه الاخرى يعني في القريب باذن الله. يعني انا اعتقد ان هو ده بنسمعها بقى لنا 29 سنه يا دكتور. لابد يبقى في جلديه من الانديه، من الانديه للاتحاد. لا الانديه طبعا اكثر من الاتحاد، الانديه هم اصحاب الحق، واخد بال حضرتك، فهم ياخذوا خطوات ايجابيه ويعني يتفاعلوا مع بعض. من المؤكد ان احنا كاتحاد يمكن هنقف قصاد الكلام ده اطلاقا. انت رميت الكره في ملعب الانديه، والمفترض انت اللي انت الحاضن للانديه في كره القدم في كل دول العالم. المفترض انت اللي تاسس القاعده هذه من خلال الجمعيه العموميه، يتم اختيار رابطه اللي احنا محترفين. يعني انا لما انت تجي ترمي الكره في ملعب الانديه فاعتقد بصراحه هذا شيء غريب، يعني في كل دول العالم نشوف. معلش مع حضرتك مش متابع، بس استاذ السنه اللي فاتت اخبار حضرتك اتعملت الجمعيه العموميه بتاعت ال 18 نادي ماشي، احنا اشرفنا عليها وجبنا الانديه وحطينا اللائحه بتاعتهم. صحيح اخبار حضرتك، حطينا اللائحه وتم الانتخابات، تم انتخاب رئيس الرابطه ومكتب تنفيذي وان انا مبتدئ. طيب حضرتك لكن للاسف الشديد لم نجد اي ايجابيات. يعني انا لما بقول لحضرتك ان الكوره في الانديه
رئيس الانديه او في رجل الانديه بعد احنا ما عملنا الواجب اللي علينا، احنا ما قمناش في حاجه. فهو السنه دي يلا بينا يلا نبتدي. هم خلاص عندهم النواه يبتدوا بقى، يعني احنا مش كل مره احنا هنقعد نجيبهم ونجمعهم، احنا ابتدينا وحطينا اللائحه واللائحه موجوده يشتغل عليها. هنا الخلط. هو الدكتور كرم بيعتقد ان لجنه الانديه هي رابطه الانديه. طب ما انت زي ما استاذ فرج عامر قال لك دي لجنه لا اللجنه دي حاجه شكليه لان بتدي توصيات ومش واخده الحقوق اللي بتاعت الانديه بتديرها، ليس لها تدير هذه الحقوق. حتى الزميل من الاتحاد السعودي بيقول له ده انت المعني بانشاء، زميل الصحفي عبد الغني الشريف، انت المعني بانشاء هذه، انت المعني، انت اللي لازم تعملها. قال له ما احنا جبنا الانديه ومش معقوله كل يوم وتاني ده هم يشيلوا بقى من العبء من عندنا. عبء ايه اللي يتشال؟ انت كل حاجه بتروح لك انت اللي بتاخد القرار في الاخر. دي لجنه ملهاش كان اي معنى. طيب الاستاذ عمرو الجنايني واحد متطور في فكره وقادر على الاتصال الخارجي، والفيفا لما عينهم لاجل هذه الخطوات مش صعب عليهم في مجلس فيه هذه القدرات وهذا التجرد، ودي مساله مهمه جدا لانه ما عندهمش حسابات انتخابيه. يا استاذ ابراهيم في فهم مش لا انت عمال بس هو التجرد هو مش تجرد، التحرر هو مش ده بالعكس يا ريتهم يتجردوا، لكن هم برضو مش متجردين من سيطره الفكر القديم عليه على الـ على الـ على المناخ. يعني في ناس بتضغط عليهم. الله. طب وانت يعني ما هو التجرد ده معناه ان انت جاي ما عزير وبتعمل اللي في دماغك. لا هو كده. طب وريهوني. هم مش اول حاجه اديني الامارات بقى. ما هو ده اللي انا بساله، ايه اللي يمنعكم من كده؟ انت تقصد انك متحرر من الضغوط. لا وحتى ما عندوش مصلحه، هو اولا ملزمين بقرار التشكيل انه مش هيترشحوا. ده هم هيديروا العمليه الانتخابيه. ايوه متحرر من 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 المصلحه. بالظبط. متحرر من ضغوط الانديه لانه تابع الفيفا. بالظبط. وعنده باور، عنده سلطه، ما حدش هيجي ناحيته وحاسبه غير الاتحاد الدولي. بس كمان ما عندوش وقت، لا هو لغايه يوليو اللي جاي، يعني هو لازم يسارع. طب شفت ايه لحد دلوقتي؟ شفت ايه لحد دلوقتي؟ بيعمل جمعيه عموميه طلعت باطله. دعا ناس ما كانش ليهم حق عشان دعاها على نفس الاسس القديمه، هو الاول ينقي الكشوف. او في خطوه تسبق خطوه يا استاذ ابراهيم. العمليه الصعبه جدا في اتحاد كره القدم اللي هتغير كل الامور انك تغير الاستراكشر او البناء بتاع الجمعيه العموميه. مين اللي له حق انتخاب مجلس الاداره؟ مين؟ فانت هي دي اللي تجاوب على كل الاسئله. لان انت لما تعرف مين هتدعو، زي ما بيقول الفرج بيت دلوقتي بيقول لك 360 واحد ولا 300 وكام اعضاء جمعيه عموميه، مستحيل ان كل دول مصالحهم واحده. طيب لتكن الخطوه من الانديه. ازاي؟ لو الانديه دلوقتي اجتمع المهندس فرج عامر والاستاذ محمد مصلحي وبقيه الرؤساء الانديه الافاضل والنادي الاهلي معاهم وبداوا يعملوا مذكره لاتحاد الكره لطلب تاسيس رابطه الانديه المحترفه، ماذا يمنعك مني يا فتى؟ هو انا مش فاهم، هل الاتحاد الدولي مش عارف ان دي من شروطه هو في اداره الانديه؟ النهارده هقول لك حاجه، النهارده الاتحاد الدولي بيسال شروط منح التراخيص ومين اللي عنده تراخيص وتنطبق عليه الشروط. سمعت حاجه عن الموضوع ده بعد شويه؟ لا. مش كان هي دي ده اخطر حاجه؟ ده دي بدأت انديه عليها فلوس للاعيبه كتيره بدأت تجيب اللعيبه وتديها فلوسها. طيب ما كويس. هو الهدف مش العقاب، الهدف التصويب. ماشي. كل واحد يخلص من اعبائه. بس يبان انك انت اتحركت وجبت وعملت وهترد امتى؟ يبان انك هتظبط الاداء. هو ده اللي انا عايزه. احنا مش عايزين ان احنا نوقع. مين يسعد ان في نادي مصري يستبعد من المسابقه؟ ده عيب في حقنا كلنا. صحيح. مين يسعد ان يتقال له لا ده انت
يعني اسف في اللفظ دلست وقلت ان ده تنطبق عليه شروط ولا تنطبق عليه شروط. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. مصر كبيره جدا، مصر رائده، مصر ما 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 ما, ما تعملش هكذا. ما يعني انت بتقول لي كون يعني لما نكون احنا اقدم اتحاد انت دخلت يعني 100 سنه كره قدم يعني اتحاد يعني اكثر يعني من 100 سنه بتكمل ال 100 فانت دلوقتي انت 1921 تقريبا ايوه السنه الجايه 100 سنه طب 100 سنه عمل مؤسسي في الكوره. الناس اللي ابتدت الكوره في الستينات كلها ابتدت على الصح. ايوه احنا ليه مش عايزين نعمل الصح؟ هنفضل اسرى المصالح الشخصيه الضيقه، اسرى انتماءاتنا؟ هل ده ممكن يسمح به؟ لا يجب ان يسمح به، لا يجب. ولازم كلنا لاننا عشمانين في لجنه زي ما انت بتقول عندها كل الصلاحيات، متحرره من الضغوط ومتحرره من المصالح، انها تاخد لنا القرارات دي وبسرعه، يحسسونا، يشركونا في الراي، يقولوا لنا امتى. لكن احنا نفضل في ده احنا عندنا فرصه ذهبيه، مفيش دوري بقى لنا شويه بمشاكله. فرصه في التوقف ده. ما كان كل ده يخلص، ترتب كل اوضاع، كل ده كان يخلص. هتنشغل انت في التصفيات الاولمبيه بالظبط. ما ينفعش جلاء، مش بنضيع فرص. انا بضيع فرص كتير جدا. بنضيع فرص كتيره في الوقت اللي العالم بيسبقنا او بيتحرك بسرعه احنا زياده عن اللازم. بنحب مصر، بنحب كره القدم ولا بنحب نفسنا؟ عايزين نمشي صح، عايزين نتطور ولا مش عايزين؟ بنحب مصر، اعملوا الصح. مش مطلوب انك تشوف الصح ده في مصلحه مين، اعملوا ان شاء الله رب كل الصح ده يبقى ضد النادي الاهلي، هنوضب نفسنا ونمشي معاكم. خلاص، نقول اكتر من كده؟ النادي الاهلي عنده من سرعه الحركه والمبادره انه مع اي نظام. بتقول لي 25 برتب نفسي بسرعه، تقول لي 30 برتب نفسي بسرعه، 35، خمسه صغيرين، خمسه كبار. احترتوا معانا ازاي تكعبلونا؟ ما بنتكعبلش. الحمد لله. احتار معك المغرضون يا اهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.